تحت شعار التدخين بلاء والحركة دواء، تنظم وزارة الصحة والشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتحالف التونسي ضد التدخين يوماً وطنياً تحسيسياً لمكافحة التدخين تحت عنوان التنشيط العائلي، وذلك يوم الأحد 28 من الشهر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق للحادي والثلاثين من ماي من كل عام. هذا اليوم الوطني التحسيسي المفتوح يهدف حسب بلاغ وزارة الصحة إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من مضار التدخين، وذلك من خلال تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات رسم بدور الشباب حول الرياضة ومكافحة التدخين، وورشات توعوية وتحسيسية تستهدف كل الفئات العمرية لحمايتهم من العواقب الصحية المدمرة لهذه الآفة، إلى جانب عيادات تقييم حالات الإدمان عن النيكوتين والمساعدة على الإقلاع عن التدخين. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن تونس الأولى عربياً في استهلاك التبغ وضمن العشر الأوائل عالمياً، حيث تصل نسبة المدخنين في تونس إلى 25% ونصف رجالها من المدخنين، وحوالي 50% من المدخنين يموتون قبل سن 65. هذه الظاهرة المرعبة تتسبب أيضاً في وفاة 13,200 تونسي سنوياً، كيف لا؟ وآخر الإحصائيات أشارت إلى أن الاستهلاك اليومي للسجائر يتجاوز 17 سجارة لكل مدخن، أي ما يعادل 50 مليون علبة سجائر سنوياً. أرقام وإحصائيات مفزعة أظهرت أنه بالرغم من المجهودات المبذولة للحد من التدخين، لأنها لم تكن كافية لتحقيق النجاعة المطلوبة في تحسين المؤشرات الصحية، مما يفرض وبحسب الخبراء تغيير الطريقة الاتصالية وتكثيف التوعية وتوحيد الجهود في مواجهة آفة التبغ التي تفتك بأرواح آلاف الأشخاص. رغم الغلاء والمخاطر، لا يزال التدخين يفتك بأرواح الملايين، ولا تزال أعداد المدخنين في العالم العربي في ارتفاع. ففي الوقت الذي تقترب فيه السويد من إعلانها خالية من التدخين في الأشهر المقبلة، أي قبل 17 عاماً من هدف الاتحاد الأوروبي المرسوم لعام 2040، يقف الكثيرون عاجزين عن التنفيذ. مرحبا بكم من جديد. قلت من المواضيع اللي تحظى بالاهتمام هي الفقرات الصحية. اليوم موضوعنا اختير بعناية على هامش الحملة التحسيسية ضد التدخين. سعيدة باستقبال زوج ضيوف بحذية هوني في البلاتو، دكتور حاتم بوزيان أستاذ في جراحة الأورام ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. صباحك صحة وخير ان شاء الله. مرحبا، صباح الخير وصباح النور للساده المشاهدين. شكرا لك على تلبيه الدعوه دكتور. الى جانبك ايضا الدكتور منذر قربوج، مدير عام المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه. صباحك فل وياسمين. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا. يعيشك، صباح الخير مدام، صباح الخير كل مشاهدي التلفزيون الوطني. طبعا احنا باش نبداو، واحنا بدينا مع التقرير يحمل امضاء زميلتنا ايمان الصيد مشكوره. اليوم شنو الواقع نتاعنا؟ خلينا نبداو من الواقع اليوم، لانه كل عام نحكيو في نفس الموضوع، كل عام نحكيو وعندنا نفس الحمله تقريبا، ولكن هل غيرت الحملات هذه الواقع؟ هل انه بالارقام بالاحصائيات اليوم نجم نقولوا احنا وين؟ احنا في تحسن، والا مازال الحال على ما هو عليه؟ والله هي المشكله جوست ما خاطرنا قعدنا في الحملات تكها. أنا مضبية الموضوع هذا، أنتم مشكورين اليوم طرقوا عليها لخاطر فما اليوم العالمي جاينا نهار 31 ماي، ولكن موضوع التدخين راهو موضوع خطير ويزم يكون متداول على طول السنة. احنا الأرقام في تونس رانا مخوفتنا ياسر على خاطر راجل تونسي على اثنين يتكيف. بالنسبة للنساء الأرقام يكون أقل شوية، ولكن خاطر احنا نعملوا دراسات عائلية منعملوا عليهم ديزيتيود فاميليال، دونك المرأة تسأل بحذا زوجها بحذا ابنها بحذا بوها، دونك ما تعطيش الصحيح. فالأرقام خايبة ياسر، احنا من الأوائل عربيا. والعمر كان ياخذ فكرة للأعمار، إذا كان نحسب ديما يقعد الكهول هم عندهم أكثر تدخين، ولكن الرقم المفزع طيب نجم نحكي لكم عليه الدكتور منذر قربوج زميلي، اللي هو أول سيجارة في تونس ولات بكري برشا، توصل عمر 8 سنوات. فهذه وضعية مخطرة، على خاطر على قد ما نبدأ بكري على قد ما خطورة التدخين تولي أكثر. احنا المشكلة نتاعنا سيكو قاعدين نخدم، فما وزارة الصحة مشكورة قاعدة تخدم، احنا كمجتمع مدني قاعدين نخدم، وزارات أخرى تخدم معنا،
ولكن اللي قلقنا رقم هالخدمة الكل، رقم هالحملات الكل، رقم هالتحسيس الكل، ولكن الأرقام ما تعجبش. والمشكلة احنا خلينا نقعدوا مع الأرقام دكتور، شنو رايك خلينا نواصلوا بالأرقام، لأنه حد أول بداية لا تنبأ بخير الحقيقة. تقول لي أول سيجارة في عمر 8 سنين دكتور قربوج، نقطة استفهام كبيرة. يعني بعض العائلات صغارهم يتكيفوا ما في بالهمش، نتصور في الابتدائي نحكيوا على المرحلة العمرية هذه. هو أكبر مشكل أنه السيجارة الأولى اللي تبدأ في عمر مبكر اللي تنجم تكون سبب لأمراض أخطر وتعددها، كسوسوا الأمراض القلب والشرايين وخاصة الأمراض السرطانية اللي حتى الكلفة متاحة. وحتى المنظمة العالمية للصحة تقول أنه اللي نجم نصرفوه للوقاية من أخطار التدخين ينجم يتضرب في الستة وأكثر حتى في العشرة إذا ناخذ بعين الاعتبار علاج هذه الأمراض وخاصة الأمراض السرطانية، وخاصة في التطور الحالي، التطور الاقتصادي العالمي الحالي اللي الأدوية هذه مالوريزمون في العالم قاعدة السعر متاعها يتضرب حتى في العشرة. دونك دير لامبورتونس اي لامباكت دو لا بريفونسيون اللي هي الوقاية من المشاكل تاع التدخين خير من العلاج نتاعها. لذا ندعو العائلة باش تكون تتواصل مع كل الأفراد نتاعها، وما نساوش حاجة اللي هي تري امبورطونت اوسي اللي هو التدخين السلبي. أنه الإنسان الأب الوقت اللي يشعل سيجارو قدام صغاره، أول حاجة الصنعة والابيتود اللي باش يعديها لهم، ما خاصة السلوكيات اللي باش تعديها لهم، ما خاصة الأضرار الناجمة عن التدخين السلبي. راهو نفس الأضرار الناجمة عن التدخين السلبي. فما حاجة أخرى، السيجارة الإلكترونية جايين السيجاره وحدها هذيك، فقط خلينا في الحاجات في التدخين الكلاسيكي. دكاتره شنو رايكم مثلا من الحاجات المغلوطه وانتم تصلحوا لنا؟ اليوم برشا يمشيوا للشيشه الارجيله عند الشرق الشيشه ويقول لك انا مانيش نتكيف، ما نسمعوا هذايا ولا هذا في الواقع نتاعنا. نفس الاخطار بمختلف انواع التدخين والتبخ بما في ذلك التدخين السلبي. فما حاجه اخرى، معطيات معناتها موجوده في المجتمع التونسي. انا ندخن اما ما نخزنش، مش صحيح. نفس الاخطار نسمعوها زاد الجمله هذه، نفس الاخطار. انا ما نتكيفش برشا، نفس الاخطار. اللي يقول لك ما نتكيفش برشا ولا انا نفطر فطور الصباح معناها نعمل ابتداش كومبلين نتوازن وبعد نعمل السيجارو الاول، شوف ينقص من الخطر هذا. شوف اسمعني، هي المشكله كونه المدخن انسان مدمن، والإنسان المدمن ديما يقعد يلوج على شنية الحلول اللي تخليه يمارس الإدمان نتاعو، وهو يقنع في غيره ويقنع في روحه اللي هو ماهوش قاعد يعمل في حاجة خطيرة وضميره مرتاح فتلقى برشا كلام كما قلت أنت، الشيشة وأنواع السيجارة ولا وقت يتكيف ولا شنو يعمل، ولا فما شكون يقول لك لا أنا نتكيف ونعمل في شوية رياضة وهذاك الدخان يخرج. هذا الكل مو صحيح. شوف احنا المشكله مع الدخان شنو اللي صار تطور في الانسانيه. وقت خرج التدخين من الاول راهو خرج فما ناس قالت ماهوش مضر. وقت خرج التدخين من الاول فما اطباء تتكيف وكانوا اطباء قلب يكيفوا. نحكي لك على السنوات الاولى اللي خذهر فيها التدخين في اول القرن العشرين وقبل حتى القرن العشرين. ومن بعد فقنا بشويه بالدراسات اللي هو مش مخطر برك. اخطر حاجه عملتها الانسانيه، البلدان المتقدمه فاقت بهذا وتوا راهي حاجه متروكه، حاجه ما عادش مرغوب فيها. انت كي تشوف البلدان نتاع لي بيي سكانديناف ولا نوفيل زيلاند، سي الدخان ما عادش موجود في البلاد، تركناه. تو رانا الجسم السليم هو الكل. احنا تو الكره الارضيه ما تكون معناتها الايكولوجي البيولوجي، الناس تاكل في الفيجان، الناس تلوج على ما عادش الدخان حاجه متروكه. قعدنا في البلدان الناميه مازلنا لتوا فهل نسميها انا هالديبا ستيريل، معناتها قاعدين نحكيو في مواضيع جدل عقيم اقل خطوره اكثر خطوره. التدخين بجميع الطرق نتاعو بجميع انواعه مضر. والشيشه اللي تحكي عليها شيشه واحده قد باكو دخان، شيشه واحده قد باكو تعادل دخان. باكو دخان تعادل باكو دخان. والشيشه بخلاف المخاطر العاديه نتاع التدخين تعمل نوع اخر من المرض اللي هو لونفيزيم، اللي هي تعطي كويرات نتاع هواء ياخذوا بقعه الرئه اللي هي تخدم. فمش خطيره برك اكثر من غادي بخلاف العدوى والحاجات الاخرى. انواع في لي سيجارات، يعني في الانواع البكويت الدخان في نسبه النيكوتين ربطا بالنسب، لانه يبداوا بالحق نوع من انواع سامحوني بين ظفرين التحايل، شويه يحبوا ضميرهم مرتاح كل مره يطلعوا بتيعلة. يعطيك الصحه هالكلمه هذه وكلمه التحايل. هو شنو اللي صاير؟ هم يتحايلوا على روحهم راه في الاخر. انا شو نقول، هو مش الانسان برك يتحايل، حتى الصناع نتاع الطبخ يتحايلوا. هي شنو يحبوا يحطونا احنا فك الجدل
الدل هذاك نتاع والله هذا والله هو اقل غودران وهذا هو اقل نيكوتين وهذا والله تعرف شنو البرودوي اللي فيه مش مخطر برشا وهذا تنجم تستعمله هكا كل وهذاك الكل هو شنو الهدف هو الهدف نتاعو كونه المواطن يقعد مدمن وكل مواطن يقعد مدمن باش يقعد بطبيعته كي يلقى النوع اللي اخف ولو انه ماهوش اخف باش يتكيفوا لكن كي ما يلقاش باش يتكيف الاخر فانا نقول احنا الوش علينا فاش قام تعرف الناس تخمم في الامراض قبل فاش قام هو بشويه بشويه ساعه السيجاره الالكترونيه اللي كنت عرجت عليها دكتور قربوج اليوم روها دارجه برشا اليوم حتى بنات نساء تليم ذات يقراو في الاعدادي في الثانوي يقول لك لا مانيش نتكيف لا راهو انا حامي روحي انا محمي من خلال هالسيجاره الالكترونيه اللي فيها هي ايضا غازات السوق التونسيه وفيها اسعار هي التدخين بجميع انواعه هو مضر للصحة وهي نوع من أنواع الإدمان كما السيجارة العادية نفس الشيء راهو مشكلة إدمان التونسي أنقص ولا لا دكتور لا. جاوبنا على سؤال فيما يتعلق نيكوتين. فيما يتعلق بالصحة ومخلفاتها والأمراض اللي تنجم تنتج عليها ما فما حتى فرق راهو يلزم تفهموا يلزم الناس كل نفهموا حاجة أنه آفة التبغ هذا قاعد تقتل في أكثر من 8 مليون نسبة في العالم كل عام ومنهم لهنا خلينا نأكدوا على حاجة منهم حسب التقريب 25% ما يقارب 1,200,000 يموتوا من التدخين معناتها الإكسبوزيشن على فومي دون مانيير جينيرال معناتها التعرض للدخان الناتج عن التدخين كما التدخين السلبي كما السيجاره الالكترونيه هذا في العالم برك هذوما الناس نسميهم نون فيمور كاريمون هما قاعدين يموتوا براتيكمون كل عام 1,200,000 نسمه في العالم اللي هو عدد مهول الحقيقة عدد مهول. مفزع احنا كان نقولوا لمبوبة شعلت بالحق بالأرقام هذه الأرقام مفزعة نحب نتوقف شوية عند كلمة إدمان شو معناها إدمان اليوم وشنو العلاقة اللي تخلي اللي يتكيف اللي يقبل على التدخين اللي يمارس التدخين في علاقة تبعية صعيب شوية باش يحل هكا الرباط يفك الرباط ويبدأ يلقى كل مرة في الحيل وفي معناها كأنه كل مرة يلقى في ديزاستوس باش ينجم يخلي هكا العلاقة ذيك تدوم شنو المشكل شنو اللي يخلق فينا الدخان في أجسادنا دكتور أنا باش نحاول نفسر الشيء للمشاهدين بطريقة مبسطة هو الإدمان شنو هي الإدمان الحاجة اللي تخليك ما تنجمش تستغنى عليها وفي الإدمان تنجم تسأل كل الأخصائيين يقول لك فما حاجتي فما الإدمان ما هو متعلق بحاجات عضوية في البدن معناتها فما النيكوتين هي مادة البدن يستحليها كي ياخوها وفيها ما نعبروا عليها احنا دي ريسبتور ولي ريسبتور هذوما يتزايد العدد نتاعهم معناتها اليوم تكون دوزة صغيرة تعطيني المفعول اللي انا حاجتي به ومن بعد بشوية بشوية الدوزة هذيك تسمها تكون أكثر وأكثر وأكثر على خاطر لي ريسبتور يتسكروا تزيد دوتر ريسبتور وتولي أكثر الكونتيتي هذه في أمور نقول عليها احنا فيزيك لا ديبوندونس فيزيك وفما لا ديبوندونس بسيشيك هك السيجاره هذيك فيها حركه فيها انسان يمشي لها وقت اللي متقلق فيها ونس فما شكون يعتبر سيجارو صديق ساعات صديقه الاوحد صديق الهموم صديق الرفيق فما كتاب كتبوا على الحكايه هذه يعني صحيح. جابرييل كارسيا ماركيز حكى قال كان صديقي وهو صحيح. بطل وقت يعرف اللي هو ما هو صديقه خاطر هو كان سبب في الامراض اللي صارت له من هو بعض. العدو الحقيقي هو العدو اللدود فالحاجتين هذوما مع بعضهم يخليوا الانسان ديما ملهوف على هالمادة هذه واللي هو ما يعرفش اللي كونه الإنسان اللي ما يتكيفش راهو عنده حاجة أخرى يحسها خير راهو الإنسان اللي ما يتكيفش طعمة الماكلة يحسها خير من الإنسان اللي يتكيف معناها التدخين النيكوتين نسبة تأثر على الطعم مشكلة على المذاق مشكلة النيكوتين هو النيكوتين هي اللي تعمل الديبندنس ولكن فما في بالك في السيجاره فما بين 4,000 و7,000 احنا كل مره يقولوا دراسات ماده فيها تعمل ضرب للبدن فالمواد هذه بانواعها فما اللي تسبب انواع السرطان فما اللي تعمل انسداد في القلب في الشرايين فما اللي تضر بالقلب فما اللي تهلك حاسه الشم وحاسه التذوق عنا فما حاجه راهو الانسان يتكيف كان تقعد تتبع فيه انا نعقله حتى بالوجه نغزله في عينيه نعرف على خاطر فما حاجه تظهر في العينين تظهر في الجلده تظهر في الشفه الانسان اللي يتكيف يعني سنين الشفايف كل شيء كل شيء فما حاجات يتراو يتشافوا تجي تقول له هاي قوموا نعملوا دوره ولا حاجه يقول لك لا والله ما عينيش هو
مش ما عينوش، هو بدنه ما يجاوبش، يجيب شي يشوف الدروج يشوف الاسانسور من غير ما يشعر، يلقى روحه يخير ديما يطلع في المصعد الكهربي على خاطر الطاق اللي باش يطلع هذاك والكدروج يتعبوه. الانسان تبدا الصحه نتاعو تتاكل، هو يحطها على العمر على الكبر على عادي على التعب على ستريس، ولكن هو مش فايق اللي التدخين قاعد يضر فيه. فما أضرار على مدى متوسط وبعيد وفما أضرار فورية، يعني نلقاو صغيرات في 16-17 وعندهم بلغم مثلا، معناه كأنه التأثيرات زادة، أنت والجيش متاع العبد، أنت وبدنه، أنت وإذا كانوا هكا ضعيف وممرض وعنده حساسية ومعاه الدخان يظل يأثر أكثر لهنا. فما حاجات يعني تعمق شوية التأثيرات هذه ولا دكتور؟ صحيح، هو التيران معناتها المخلفات المرضية اللي عند الناس كلهم مش في صحة جيدة 100%. الناس اللي عندهم بعض الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة والأمراض الصدرية هما ناس معرضين أكثر لأخطار التدخين. كما كنت تحكي البلغم مثلا هي الانفلاماسيون كرونيك دي برانش، معناتها الالتهابات المزمنة للقصبات الهوائية اللي على لونغ، معناتها بالوقت نجم تعمل ميم احنا نسميه الانسداد المزمن للقصبات هذه اللي مالوريزمون هو مرض خطير برشا، البي بي سي او معناتها لي برونكوبلوباتي كرونيك اوبستركتيف. دونك نجم هو والنا والسبب الرئيسي نتاعها هو التدخين. هذا نوع من الامراض، اما ما لازمش ننساو الامراض القلب والشرايين اللي هما مخطره وتحط حياه الانسان في خطر دون لي ميديا معناتها فورا. وفما اوسي الامراض السرطانيه اللي هي مالوريزمون توا سي قاعدة تتكاثر وقاعد العدد قاعد يزيد بصفة كبيرة، وخاصة العلاج، طريقة العلاج والكلفة نتاع العلاج نتاعها هي كلفة كبيرة وباهظة بالنسبة للمجموعة الوطنية وبالنسبة للاقتصاد التونسي. صحيح. ناخذوا حاجة أخرى، يعني فئة أخرى خصوصية، النساء والنساء الحوامل والنساء المرضعات شوية، لأنه بالحق يعني في علاقة بالإدمان ساعات المرأة تكون لها الحبيلة والحمل سبب باش تتبطل، ونقولوا احنا ارتحنا تضع الصغيرة متاحة من هوني ترجع تتكيف من هوني. دونك شنو المخاطر هوني على المرأة الحامل والمرضعة؟ أنت قلت كلمة مهمة برشا، واللي هي فك الطريقة متاع التخمام متاع التونسي بصفة عامة والمرأة التونسية. المرأة التونسية راهي بصفة عامة ديما تخمم في عائلتها وفي ولادها وفي رجلها وكل قبل روحها، وهذاك علاش وقت تبدا حامل تخمم في صغيرها وتقول لك صحيح تعرف هي كيما تعرف اللي التدخين مضر بها. دونك في وقت الحمل صحيح يكون فما سبب باش توقف التدخين. انا اللي قلقني هو اللي من بعد، علاش المراه ترجع تتكيف بعد ما ترضع معناتها بعد ما تولد صغيرها. المشكل هوني في طريقه التفكير نتاع ميسالش انا ماهوش مشكل، هذه حاجه حريتي الشخصيه، وهذه اللي نسمعها توا. انا ساعات نبدا قاعد توا هكا نحكي على التدخين ولا نبدا في قاعده جلسه فيها اصدقائي ونجبلهم على التدخين كل. نحس كاني نقلق، كاني مسيته في الحريه الشخصيه نتاعو. وهو الانسان المدخن نحب نقول له كلمه، راهي حريتك الشخصيه حاجه مكفوله ومدفين فيها، لكن انت كي باش تدخن صحيح باش تضر روحك، ولكن هو فينا الماء يمسوا في حريه الغير مدخن، يعني نجم نحكيو بمنطق الحريه هذاك شنو باش يضر غيره، على خاطر خمس الوفيات في تونس من التدخين هو من التدخين السلبي، معناتها الناس ما تتكيفش، وعلى خاطر عنده شكون في الخدمه ولا عنده شكون في الدار يتكيف هو يمرض من التدخين. الحاجه الاخرى، انت كي باش تمرض نهار اخر شكون باش تلهي بيك؟ انا نشوف فيهم اليوم في العيادات وفي عيادات السرطان، شكون تلهي بيه؟ ولاده في بلاصه ولده لاهي في خدمته ولا لاهي هو في عيشته قاعد يجيب فيه. حاجه اخرى اكثر من هكايه، معناتها انت الاموال اللي باش تعالج بها، زميلي قال بكري على الادويه نتاع السرطان، انا نزيدك، تعرف سرطان الرئه توا وقت اللي يبدا نفيقوا به في حاله متقدمه ولينا نعالجوه بالعلاج بالمناعه، اللي هو فيه نسبه في السرطانات عند الرجال هو اول نسبه هو البروستات، وعند النساء تقعد ديما سرطان الثدي. بننا مشكلتي شنو؟ سيكو فما حاجه ماشيين لها ويظهر لي الانسانيه فاقت بها والبلدان متقدمه فاقت بها، خاطر هم عندهم نفس المشكل. راهو العلاجات نتاع السرطان مش تضربت في 10 برك، ضربت في 60 و70. كنا نحكيو على العلاج الكيميائي العادي، ولينا نعلي نحكيو على العلاج الموجه ثيرابي سيبلي، وتوا نحكيو على العلاج بالمناعه واللي هو الناس فرحانه اللي هو جات، ولكن راهو باهظ وباهظ جدا. واحنا مليون بديت عندنا مشكل في الحكايه هذه، الدوله مشكوره، الكنام مشكوره، ولكن راهو توصل معناتها ما عادش نجمو. ثمن علاج مواطن واحد من سرطان الرئه
مدة سنة مواطن واحد ينجم يفوت 300,000 دينار تونسية. معناتها وصلنا الأرقام. أنا ديما نقول صحة الإنسان ما عندها ثمن بالنسبة لي، صحة التونسي ما عندها ثمن، ولكن كي نوصلوا الأرقام هكا يلزمنا نخموا. إذا كان توا ما نعملوش الوقاية والله تشقم علينا الكيلوه. هنا جايين طيب احنا هذي حبينا نحطوا شوية الواقع، ناخذوا صورة على الواقع بالأرقام بالأحصائيات، نعملوا هالدورة هذية. ولكن اليوم باش ما نخلطوش لهذا، اليوم باش نتوقعوا باش نمنع السيجارة الأولى، هات نبدأوا من هوني اللي هي يظهر لي بحسب الفئة العمرية تبدأ من 8 سنين، دونك من الابتدائي فالإعدادي. شعملنا اليوم كدولة، شعملنا كهيكل دولة، شعملنا كوزارة صحة، كأطباء، شنو عملنا باش نوقف هالنزيف هذايا؟ ساعة نبدأوا عناش دراسة تقعتينا بالإحصائيات قديش عنا من صغير اليوم يتكيف عنا هذا في الإحصائيات في على مستوى العمر مربوط بالفئة العمرية. من هون يبدأ الإصلاح ولا لا؟ موجود بدون التثقيل ولا لا موجود نسأل زميلك بتنجوبك. إحنا دراسات عنا وعنا دراسات قامت بهم مكتب وزارة الصحة مع مكتب تونس المنظمة العالمية للصحة، وخفقنا اللي الوضعية معناتها أكثر من مفزعة بالنسبة للأرقام. إحنا يتراوح الأرقام متاع الأطفال حتى هي الفئة العمرية هي اللي معناتها فيها مشكل. بين قداش معناتها الفئه العمريه نحكيو عليها، كي نحكيو على الاطفال والمراهقين نسبه التدخين توصل 12 حتى ل 20% وهي نسبه مرتفعه. فما رقم جديد انضاف لنا واللي فجعنا ياسر، اللي هو عند الاطفال والمراهقين نسبه التدخين عند الفتيات قاعد يولي قد عد الفتيان، على عكس ما قاعد صاير عند الكهول. فالبنات قاعدين يخلطوا على الاولاد. انت تقول لي الدوله اش قاعده تعمل؟ انا راهو الدوله عندنا مده في وزاره الصحه، خاطر انا اليوم عندي صحيح وداير قليل تلقى المجتمع المدني يخدم مع الوزارات قد ما نخدموا احنا. احنا كنا نتكلم اليوم باسم المجتمع المدني بصفتي رئيس تحالف وباسم وزاره الصحه. في وزاره الصحه راهو عندنا برنامج وطني ضد التدخين موجود عنده سنوات. المشكل وين؟ التو يعني مش وصلت برك. انا نتنجم ناكد لك ما تنجمش تجيب تونسي مهما تكون الفئه العمريه نتاعو وتقول له اسكو التدخين مضر بالصحه ولا، وما يقولكش راهو مضر، تقول له قاتل ولا يقول لك قاتل. معلومه وصلت. من الاشكال وين؟ على انا مستوى ها باش نجاوبك. الاشكال على زوز مستويات. المستوى الاولاني هو باش نحكي على الدوله وباش نحكي لكم بعد على المواطن. الردع الردع اللي في وقت ما لقدت وصلنا له تواريخنا شويه، فما شويه تاريخي اللي هو فما قوانين موجوده من عام 97 وحتى عدلناها شويه فيما يخص الاماكن المغلقه، فيما يخص التدخين، فيما يخص بيع السجائر، فيما يخص هذا ماهيش مطبقه كما يلزم. وهنايا احنا صحيح الدوله منشيره، ولكن وعي المواطن معناتها كي انا يجيني نبيع في السجائر ويجيني طفل اقل من 18 سنه ما نبيعلوش. انا كي نحكي مع اصحاب المطاعم والمقاهي يقول لي لا والله انا كان نعمل منطقه ما عندها غير تدخين تو ما يجيونيش العباد. مش هذايا اصحاب النزل وغيره. المشكل الاخر بخلاف الردع هي العيادات وتوفر الادويه كنت تحب نحكي عليها من بعد، المعوض النيكوتين البدائل اللي تسمى أمنا اللي تقدم كبدائل. أمنا اهم حاجه عندي اليوم كي بدنا نحكي لهنا، خاطر هذاك مواضيع نحكيها في المكاتب المغلقه مع سلطه الاشراف. انا المواطن، يا مواطن شنية هالفكره نتاع لازمني نستنى كونه الدوله تعمل لي والا كونه يكون فما ردع؟ هوني انت تعرف توا درجه تحضر ووعي البلدان المتقدمة يتقاس بمدى التدخين فيها. علاش؟ هذا موضوع سهل، ما يتطلبش مني أموال، ما يتطلبش مني جهود خاصة. فما حاجة تضر بيا وبالعزيز عليا وباللي دايرين بيا. فاش نستنى هنا؟ علاش نستنى الدولة ونستنى التحسيس ونستنى هذا؟ هيك نعزم الساعة. أنا مش معك برشا دكتور، كله يمشي مع بعضه معناها. كله يمشي مع بعضه. وبعض العقليات تجر جرا بمفعول القوانين والتشريعات اللي تبدأ ساعات. والله تبدأ عندي ثقة في التونسي. عندي ثقة في التونسي. أنا بالأرقام التونسي اللي تحكي لي فيها مازال عندك ثقة. والله عندي ثقة، تعرفش علاش؟ خاطر هو يمر بفترات صعبة شوية. على سبيل الدعابة، أما راهو بالحق الإحصائيات والأرقام. مبزع. تخلينا نتبدلوا. نبدلهم اليوم شي تبدلوا. إن شاء الله. الناس اليوم شي تبدلوا. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله في حاجه تري امبورطون بالنسبه ليا لهنا نجم نقول لكم دور الاعلام أي. اللي هو بالنسبه ليا مفصلي أي. في توصيل المعلومه كل مع بعضهم. هذاك علاش قلت الاصلاح يمشي بالموازات الومضات التحسيسيه وين تتعدى؟ شوف اي جوستومون جوستومون يلزم 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 اون سوبوز لا كيسيون وقتاش الومضات الشهريه هذه تتقدم التحسيسيه وقتاش تتقدم وعندنا شي نسبه نتاع الناس اللي تسمع فيها ولا موجهه ولا سمعتها ديجا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه احنا ديما في
لي كومبورتمون معناتها نتاع المجتمع بصفه عامه. نعملوا كلكو زونكيت دراسات على نشوفوا نون سيلمون لي كونيسونس معناتها كيما كان يحكي الدكتور انه ما فماش زوز يختلفوا ان الدخان مضر للصحه، وما فماش زوز يختلفوا ان الدخان قاتل. اما باسون او براتيك وقت اللي نمشيو على البراتيك يقول لك سانغيف با سانغيف كوزوتر سانغيف با ام يصير كان على الاخرين. فوالا يصير كان على الاخرين، وهذا مشكلتنا الرئيسيه. وهذاك علاش في البراتيك في التطبيق نلقاو نقص كبير. ولهنا دور من الادوار اللي المجتمع بكل يلزموا يلعبوا هو دور الاعلام، ونحاولوا نلقاو واحنا واعيين بهذا يا دكتور. وهذاك علاش انتم موجودين وعندنا برنامج كامل صحي يلزمنا وعديد الفقرات نلقاو بدائل. يلزموا كل في اطار استراتيجيه وطنيه كامله. يلزم نلقاو خاصه المواطنين هذوما نلقاو لهم انشطه بديله، وما تنجمش تكون انشطه بديله احسن من الرياضه. نمشيو في الحلول اليوم عندنا ساعه نهار لحد عندنا ايفينمون نتوقفوا عنده اليوم. كيفاش فكرنا؟ خلينا نكونوا براغماتيين شويه. اليوم تواصل تتفرج فينا، كيفاش نجموا نعاونوهم؟ لانه بالحق في حاجه للمساعده باش يخرجوا من هالادمان هذايا. نهار لحد شحال هو نهار لحد هذا؟ سسخاء ان ايفينمون باش يكون موعد على مستوى الوطني في ال 24 ولايه من تونس. والشرط الانطلاق نتاعه باش يكون فرد توقيت بدعم وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه والمنظمه العالميه للصحه عن طريق المكتب نتاعها، والتحالف التونسي التحالف التونسي ضد التدخين. ممتاز. هما لي بارتنير. وهذا دونك اللي يتفرجوا فينا الكل في كل انحاء الجمهوريه التونسيه هما مدعوين، هما مدعوين للمشاركه والانخراط في التسجيل من توا. وراه نحبوا يكون ايفينمون معناتها عائلي ومجتمعي. دونك يهم الناس الكل، وماذا بينا الناس الكل معناتها بالصغار بكبار، ما ننساوش حتى الناس اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخصوصيه. هذوما كلهم مدعوين للمشاركه وللمساهمه في هذا. ولهنا فما اقل حاجه 8 وزارات مشاركين معنا يدعموا الحركه هذه، من وزاره الداخليه، وزاره الدفاع، وزاره المراه والاسره وكبار السن، وزاره الثقافه، وزاره السياحه، وزاره البيئه، وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. لان يلزم في تونس نخلق استراتيجيه مع خاصه وزاره التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تخصيص موجودين مع المجموعة اللي سميتهم مع الرعاة للحدث هذا، خاطر تفاجأ كانت بعد هذا الكل تقول لي وزارة التربية مثلا مش موجودة. لا موجودة. وزارة التربية وزارة التعليم العالي هما دي بارتنير ابارونتيير. هذه حاجة. والحاجة الثانية احنا قاعدين نخمو لخاطر فما المركز الوطني للرياضة عمل دراسة، عمل مسح على في سنة 2022 وكشف بعض الأرقام المفزعة. يلزم نفهموا أنه أكثر من 83% من التوانسة ما يمارسوش الرياضة. ولهنا فهو مشكل كبير. على خاطر السلوغان تاعنا، العنوان تاع اللافتة اللي خرجناها، الدخان التدخين بلا والحركة دواء، راهو عنده معنى كبير. اما ماذا بينا نفهموها في بالنسبه للتدخين، نفهموها في المعنى الشامل نتاعها بكل انواعه. والحركه راهو ما نحكيوش على سبور ديليت ولا سبور دو كومبيتيسيون، نحكيو انه معناتها ممارسه الرياضه للناس الكل. وكيف نلقاو من الاسباب نلقاو مشكله كبيره هو التوقيت المدرسي. لهنا هذا كيف ندعو وزاره التربيه خاصه والمجتمع الكل انه حان الوقت لمراجعه هذا التوقيت وتخصيص زمن كوتيديان معناتها يومي للانشطه الثقافيه والرياضيه للصغيرات هذوما كل. النماذج دكتور في العالم يعني ساعات يعني قبل ما يبداوا لي كور، يعني قبل ما نبداوا نقراوا عندنا حتى 10 دقائق. هذا عندنا برنامج يعني ثقافات. شوف كيفاش الثقافات تتغير. احنا عندنا برنامج كاريمون نسميوه لو سبور دو ترافاي، معناتها النشاط البدني في مكان العمل. وعندنا برنامج كامل قاعدين نحاولوا نبداوا به باش كنوصلوا حتى بالنسبه للوظيفه العموميه ولا حتى في الميدان عند الخواص، كنوصلوا نلقاو وقت للحركه وللرياضه. نجموا كيف نحبوا نلقاو دكتور هكا ولا معايا كيف نحبوا نلقاو؟ عطينا نكونوا مقتنعين اون بو. هذا هو دكتور بوزيان. شو نستناو من نهار لحد من ليفينمون هذا؟ انا انتوما شو تستناو مثلا باش تقولوا وانا ليفينمون نجح؟
باهي باش نقول لك احنا راهو الاسنان يمكن الانسان التونسي كي يتفرج هكا يقول لك مانيفيستاسيون اخرى وتحسيس اخر وشويه جري لا احنا رانا سنه واعيين باللي قاعد صاير. يعجبني فيك دكتور فاهم برشا اللاوعي والباطن بتاع التونسي وعنده ثقه في التونسي. لا عندي ثقه في التونسي. عندي ثقه في التونسي على خاطر التونسي شوف الوضعيه ولات صعيبه. صعيبه انا مانيش باش نرجع للاسباب علاش التدخين ولا في تزايد ولا وصلنا للمرحله هذه. فما بعده اسباب. اما شنو اللي يخليك متفائل مثلا؟ ها باش نقول لك علاش شنو اللي يخليك متفائل. شفت اليوم خليني متفائل كونه استدعيتونا انتوما وجمعه كامله باش نقعدوا نحكيوا على التدخين. هذايا دورنا واجبنا هذا. اللي يخليني متفائل اللي كونه في بالكم سنة كما قال زميلي الوزارات الكل فزعت معنا احنا ولينا نسميوها معناتها اوني اون تران دو فير ان تروك ملتي سيكتوريال متعدد القطاعات. اثناء يوم الاحد ماهوش شكل الجاريه العاديه كل لا كامل الجمهوريه 24 ولايه في كل بلاصه الناس نجم تسجل فما الكيو ار كود موجود في الصفحه نتاع الفيسبوك الموجوده نتاع الفاميلي موف اسم اليوم الاحد هو الفاميلي موف وينجموا يسجلوا في دور شباب فما الكيو ار كود يسجلوا به ولا يسجلوا نهار الاحد موجودين احنا نحبوا التوانسه الكل تشارك نحب اللي يتكيف يشارك واللي ما يتكيفش يشارك باش يوعي الناس اللي دايرين به عائليه معناها عائليه فما رياضه فما الحركه احنا توا الرياضه نعطيك ان التدخين والرياضه الانسان اللي يتكيف عاده ما عادش يمارس الرياضه ويخسر وقتها من كونه يتكيف معناتها عنده مضار التدخين ويخسر منافع الرياضه صحيح. احنا نحبوا نرجعوا الناس تعمل الحركه وقت الانسان يبدا بالحركه يفيق وقتها يحس خاطر وقت المجهود اليومي نتاعو ما يفيقش اللي هو قاعد ينقص معناتها السيد يمشي يقوم يخدم يستعمل سيارته يقعد في مكتبه ما يحسش بالمضار نتاع التدخين ولكن نهار اللي قرر باش يعمل مشيه ما قلتلناش الجريه مشيه صغيره يفيق لي بعد نص ساعه أيوه. اللي نفس تقطع عليه أيوه. فاحنا الحركه نتاع نهار الاحد هذه هل نسميها حركه نسميها مانيفيستاسيون كبيره ياسر الهدف منها باش نعاودوا نحطوا هالموضوع نتاع التدخين على الطاوله بصفه جديه على خاطر شنو اللي صاير تعرف انا ننشط في ما نعرفش انا في مجال تقصي سرطان الثدي ولا حاجه في المجالات هذوكم ما نحسش اللي عندي من الشيره الاخرى انسان قاعد يخدم باش يخلي سرطان يجي اكثر في مجال التدخين هنا قاعدين نشوف فما تنوع نتاع البضاعة فما اتجاه للطفل انا كي نعمل لك نكهه بالفراوله ولا نكهه بالحلوى ولا نكهه لشكون قاعد نتوجه لواحد كي نجي نعمل لك انا حاجه مزيانه وتظهر هكا مضخمه شويه وكل شيء لشكون قاعد نتوجه صحيح. انا اليوم بضاعه تسوق وعندها كل الاغراءات باش تكون علامه فيها اشهريه كامله المعالم للاسف هذا نقولوها للاسف ولكن احنا اليوم أكثر من أي وقت مضى الروح البشرية غالية التونسي عزيز وعندنا الثقة في التونسي في أنه على الأقل ما يوصلش روحه ما يوصلش العزيز عليه هكو ليه عندك ثقة فيك في أنا أنا ديما عندي ثقة فيك أنا لولا الثقة دي ما كنتش متواجدة كل يوم في البلاصة هذه خويا عندي ثقة في التونسي ولكن لابد أنك تلوموا ساعات التونسي لوموا رواحنا هكا ولا نجموا نراجعوا هما ثلاثة حاجات مهمين برشا نهاني نقولهم ونختموا بهذه قلت لي على شنو تخدم التحسيس ويظهر لي التحسيس وصلوا الناس الكل تعرف الردع انا الردع راني ما نحبوش خاطر يوصل الردع عندنا للفئه الضاله انت انا ما نسرقش مش على خاطرني خايف من الشرطه تشدني ما نسرقش خاطر مقتنع بساع سرقه مش باهيه فردع عقل الحاجه الثالثه واللي قاعدين نخدموا عليها وهي مهمه برشا هي العيادات للاقلاع على التدخين والادويه وفي نهار لحد راهو باش يكون فما غاديك عيادات مجانيه الناس باش نقيسوا لهم درجه الادمان نتاعهم بالاسئله باش نقيسوا لهم السيو في البدن ونقولوا لهم شنو يلزمهم وكان هكا نوجهوهم للعيادات نتاع الاقلاع على التدخين ممتاز وهكا تكون متكامل من جوانب كله يلقاو كل الاجابات ان شاء الله على الاسئله نتاعهم نختم معك دكتور قربوش سي فو لو بيرميتي مدام انا فان دو تخوا ميساج ثلاثه حاجات يلزمني نوصلها انه لا للسيجاره الاولى هذه اول حاجه كونتخيرمون للي قاعد صاير بكري قلتوا السيجاره الالكترونيه وخاصه في شكلها الحالي توا المزودين هذوما قاعدين يغريوا في الصغار خاصه وقت تشوفوا الشكل على في شكل لعبه وفي شكل حاجات معناتها مشهوره عند الاطفال هو معناتها يجيبوا فيهم للثنيه هذه دونك لا للسيجاره الاولى نعم لعيادات الاقلاع عن التدخين بالنسبه للمدخنين ولهنا كل المستشفيات التونسيه وخاصه اقسام امراض الرئه والحساسيه هما مختصين في هذه النوع من العيادات والحاجه الثالثه الاكتيفيتي معناتها الحركه والممارسه ممارسه الرياضه على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد العائلي
ان شاء الله ان شاء الله يولي هذا ثقافه بالحق نتمتع بها كتويسه وتغير من الواقع نتاعنا وتغير يثر التغيير هذايا على صحتنا. نشكركم برشا دكاتره، كنت سعيده بحضوركم معنا. حيلنا شويه مع الفقره هذه وعيا منا باهميه الميساج اللي ان شاء الله يكونوا وصلوا للساده المشاهدين. متحمسين، انا قلت لك باش يمشي ويجري، انا غلطت شويه باش نمشي وانا معاكم زيد كلنا ان شاء الله نمشي ونجري وننخرطوا. نستناوك هكا، فما خريطه كامله موجوده في الموقع نتاعنا، كل منطقه في الجمهوريه التونسيه كل واحد يمشي لاقرب نقطه، يمشي لاقرب نقطه. الكيو ار كود موجود على اللافته، يكفي باش يتم تحميله على اي هاتف. سهله سهله العمليه. ومره اخرى دكتور اللي يحب ينجم. المهم تكون عندنا الاراده، يمشيوا تويسك يقتنعوا، يمشيوا يفركسوا ويبحثوا ويسجلوا ويكونوا موجودين ان شاء الله. نبدلوا نمط الحياه نتاعنا. شكرا، هذه ما عندناش فيه شك ان شاء الله يا ربي ما في خير صحه التوانسه. احنا ان شاء الله باش نستغل على هذه على امتداد اسبوع كامل. غدوه عندنا جلسه عامه لمجلس نواب الشعب بدايه من نهار الاربعاء ان شاء الله يوميا باش نواصل للميساج هذوما. مشكورين دكاتره، يعطيكم الف صحه، نورتونا بالحضور. احنا مواصلين، هذه واحده من الحملات التحسيسيه اللي ننتظر وانه تغير هي ايضا في الثقافه اللي عندنا حول التدخين. هذا علاش لازم نقولوا لا للسيجاره الاولى وللتدخين بشكل عام. التدغ في أرقام، يبلغ عدد المدخنين 1.3 مليار شخص على الصعيد العالم، 244 منهم مليون أنثى. يعيش نحو 80% منهم في البلدان ذات الدخل للمنخفض والمتوسط. أكثر من 8 ملايين نسمة في أنحاء العالم يموتون بسبب وباء التدغ، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرة، ونحو 1.2 مليون حالة وفاة مبكرة سنويا، والإصابة بحالات حادة من الأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي من غير المدخنين يتعرضون لدخانه دون إرادتهم. عدد وفيات كورونا في العالم حتى اليوم أقل من هذه الحصيلة السنوية. تعاطى حوالي 43 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما. التدغ في عام 2018 14 مليون بنت و29 مليون ولد. يتنفس حوالي نصف الأطفال بانتظام هواء ملوثا بدخان التدغ في الأماكن العامة، ويموت 65 ألف منهم سنويا من جراء الإصابة بأمراض تعزى إلى التدخين السلبي. يلوث التدغ البيئة طوال دورة حياته ويضر بصحة جميع الناس، كما تتسبب زراعة التدغ في تدمير قرابة 3.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية سنويا. 22 مليار لتر من المياه تستخدم في صنع السجائر، 600 مليون شجرة تقطع لصنع السجائر، 84 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يطلق في الهواء، وهو ما يرفع درجات الحرارة العالمية. وباء التدغ في تونس. يقدر انتشار التدخين لدى البالغين الذين تتجاوز أعمارهم إلى 15 سنة بحوالي 25%. رجل تونسي على اثنين يدخن، وتعد هذه النسبة من بين أعلى النسب في بلدان منطقة إقليم شرق المتوسط. أثبتت الدراسات أن معدلات استهلاك منتجات التدغ في ارتفاع بنسبة 11.7% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما. تبلغ نسبة استهلاك السجائر ب 7.7%، استهلاك الشيشة ب 5.8%، والسجائر الإلكترونية ب 4.9%. التأثير الصحي لاستهلاك التدغ في تونس. يقتل التبغ سنويا 13200 تونسي، ما يعادل حالة وفاة على خمسة سببه التدخين. يتسبب التبغ في أكثر من 5600 حالة وفاة بسبب الجلطة القلبية، أكثر من 2000 وفاة بسبب سرطان الرئة والقصبات الهوائية، وأكثر من 1400 حالة وفاة بسبب الجلطة الدماغية. زراعة التبغ. تتسبب زراعة التدغ في تونس في إزالة 5% من الغابات. أكثر من 2500 مزارع يستنشقون انبعاثات ما يعادل 50 سيجارة من النيكوتين يوميا. التلوث البحري وإدارة النفايات يكلف تونس حوالي 144 مليون دينار كل سنة. تقدر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتبغ في تونس بحوالي 2 مليار دينار تونسي، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
146 مليون دينار تونسي من حيث الإنفاق الصحي، وخسارة تقدر ب 1.9 مليار دينار تونسي من حيث الإنتاجية. 40% من الوفيات التي يمكن تجنبها هي من بين ذوي الدخل المنخفض. الاستثمار الآن في 7 تدابير لمكافحة التبغ: زيادة الضرائب المفروضة على التبغ، حظر الإعلان على التبغ وترويج له ورعايته، وضع تحذيرات رسومية، حماية الأشخاص من التدخين السلبي، تنظيم حملات لمكافحة التبغ، وضع أغلفة محايدة، تقديم المساعدة لإقلاع عن تعاطي التبغ. ينتج عن كل تدبير من التدابير ذات الأولوية من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ عائد استثمار إيجابي على مدى 15 عاما يتراوح بين 3 و500 دينار مقابل استثمار دينار واحد. سيوفر الاستثمار في تدابير مكافحة التبغ 5.7 مليار دينار من الإنفاق الصحي والخسائر الاقتصادية بحلول 2035. لكل دينار تونسي يتم استثماره تتلقى تونس 26 دينارا تونسيا بحلول عام 2025 و63 دينارا تونسيا بحلول عام 2035. أقلع عن التبغ لإنقاذ بيئتنا. عن التدخين والسيجارة الأولى كيماريتو هي اللي تهزنا لرحلة لا تحمد عقباها وتهزنا لرحلة من الإدمان بكل تبعاته النفسية والجسدية. إن شاء الله باللطف عليكم، وإن شاء الله كلنا نكون موجودين هارة الأحد في الجارية هذه اللي تنجم تدخل في عاداتنا ونولي ونمارس الرياضة والحركة ديما بركة كما يقولوا أجدادنا. به هوني نحلوا باب ونافذة على التكوين المهني. في العادة يجيوا بحذنا مكونين أو ممثلين عن مراكز التكوين المهني، اليوم الحقيقة احتفائي أكثر، احتفالي أكثر عن نجاحات محلية في انتظار نجاحات دولية. هكا ولا سياسر، أهلا وسهلا ساعة قبل كل شيء. سياسر بن صالح مكون، مرحبا، أهلا وسهلا بك معنا. دونك وإلى جانبك صاحبة المرتبة الأولى شيما سويسي، مرحبا. مركز التكوين القطاعي باش حامبا الصفاقس، أهلا وسهلا. حطنا في الإطار قبل كل شيء سياسر، معها التروفي هذية مع الكيس هذية. دونك اليوم عنا التتويجات وعنا استحقاقات كان نجم نقوله في المجال هذا. أكيد تحية صباحية ليك ناس ولكل مشاهدي قناة الوطنية، مرحبا. وبرنامج نسمة صباحية، نسمة الصباح. قل لي سيدي، نحكيو على ايفينمون صار نهار الجمعة في الويكاند. ختمنا الويكاند بايفينمون مزيان برشا، مسابقة وطنية في الإشهاد حول التكنولوجيات. صحيح. قدم لنا المسابقة هذه يا سياسة، شنو نحب نقولوا شنو هي بالضبط؟ المسابقة هي قبل كل شيء نتيجة لعمل دؤوب قاموا به أغلب المكونين اللي هما في اختصاص الإعلامية في مراكز التكوين المهني الكل في تونس كاملة. البرنامج هذايا هو بدا 2014 وبدينا نتداولوا عليه احنا الزملاء المكونين. هي عملية إشهاد في التقنية التكنولوجية معناها خاصة، وخذينا بالخصوص برنامج الميكروسوفت. دونك هذايا الهدف نتاعو هو تمكين الشباب والمتكونين من شهادة عالمية تخول لهم نهار آخر أنهم يحسنوا قدرتهم في العمل، في الولوج لسوق الشغل، تكون عندهم ما يسمى بالقدرة التنافسية. سيسر كان فهمت القدرة التنافسية على مستوى الدولي. الدولي صحيح. ممتاز. قديش شاركوا من مركز في هذا؟ شاركوا 20 مركز. من كل مركز أخذوا 3 معناها أشخاص. أي. في الكل جاءوا 60 شخص تنافسوا على المراتب معناها الأولى. كان يوم بالحق يوم مشهور مميز. معناها مميز. أي. في حماس من الشباب اللي هما يتنافسوا وفرحانين باللي قدموه ويطمحوا انهم ديما للاحسن معناها. وهذا هو الحاجه اللي تفرحنا انه نحسوا انه الشباب راهو ماهوش معناها فاقد الامل، مجرد انه نعطيه هيك الضخه الصغيره هيك الكود بوس، يعني الكود بوس صحيت الدفع باش هو ينطلق بالحق.
نحو التميز. ممتاز، احنا بحثنا متميزة، بحثنا شيماء سويسي صاحبة المرتبة الأولى. شيماء قولي ساعة، أنت الاختصاص شنو اللي عندك؟ أنت عندك معنى كملت التكوين متاعك في بشحامبا ولا ما زلت؟ ما زلت أنا دوزيام أني بيولوجي ميديكال. أي ما زال لي 4 شهور. كيفاش سمعت بالمسابقة وفكرت أنك تخوضها؟ أصحابي يقرأوا معايا، عمناو يشاركوا في المسابقة، قالوا لي أيا احنا قاعدين نحضروا للكومبيتيسيون غدوة في السونتر، تجيش تريفز تحاول معناتها تحاول تعدي معنا والكل. مشيت وراوني لي زاستيس كيفاش نجيب ميل في أقل وقت، الحمد لله جيت لولا في السنتر. اي بالاريحيه هذه شيماء تحكي كما لو ان الامور بسيطه عاديه، دونك نداولها قبل بشويه وقت وراوها فجيت سحبت المرتبه الاولى. هكا شيماء ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. دونك انت مؤهله، اللي نفهم منه سي ياسر انه التكوين ياهلك، زاد انت كنت مهيئه حاضره نجم نقولوا باش تخوض مثل المسابقات هذه. الحق شجعونا سي ياسر ومدام عفاف وسيلياس وسي عبد الرزاق، كان مش هما اي به. المسابقه شنو تعني لك بالضبط اليوم، خاصه وانه فما شق اخر مازال هكا ولا سي ياسر باش يمشيو لامريكا هكا من بعد؟ اي هي اي والمرتبه الاولى والثانيه هكا ولا شيماء؟ يعني مستعده للاطوار اللي مازالوا عندنا حلقات محطات اخرى؟ ان شاء الله نعملوا اللي علينا وان شاء الله نفرحوهم هكا. دونك اليوم سحبت المرتبة الأولى والثانية اللي بعدك، بتفرقوا في عدد النقاط المتحصل عليها برشا؟ احنا زوز جبنا 1000 على 1000. اي يفرق الوقت بيناتنا ثواني، حكاية فارغة. دونك قدرة تنافسية عالية زيادة بينات بعضكم. حتى المراتب الأخرين وقتنا قريب. مهم برشا التقنيات هذه شيماء اليوم، يعني تخرج بشهادتك في البيولوجيا الطبيه هكا من جهه، ومن جهه اخرى تكون عندك الكفاءه هذه الزوز مع بعضهم، تنجم تعول عليهم باش تدخل سوق الشغل من باب كبير؟ اكيد الشهاده هذه تنجم تخدمنا في تونس كما تخدم لبرا، معناتها في شركات في بنوك في برشا حاجات. ممتاز، دونك نتمنى لك حظ وافر شيماء. احنا باش يلتحق بنا ادم، موجود خلف الكاميرا، ولكن باش ناخذوا استراحه صغيره نمشوا فيها للشيف صابرين ولامور تقنيه ايضا باش يكون موجود بحضنا ادم. تفضل. عايشك ايناس، باش نوريو توا بقيه المراحل بالنسبه للطبق الرئيسي اللي هي قلنا اكله تجيه من اسبانيا. باش ناخذوا احنا توا الطبق نتاعنا، وقلنا ناخذوا بان ليباني، هذا نجمو نلقاوه بكل سهوله. باش نحاولوا نوسعوا بالنا ونحلوها بشويه بشويه كما قاعدين تشوفوا. بون عادي راهو خاشنا، المهم وحده تطلع لباس عليها عادي، كان الاخرى تقطعت خاطر ما لازمهاش تكون خشينه برشا. وحضرنا الفاخس اللي هو الدجاج، قليناه مع البصل والفلفل، وعملنا صوص تتكون من الفارينة. همش نوريكم الصوص كيفاش تكون. هذه الصوص اللي هي تتكون من فارينة، خليناها مع شوية زيت ولفحات كيما فلفل زينة، ملح وفلفل أكحل والثوم، ونحطوا طومات كونسنتري ونخلطوهم حتى لين تحصلوا على التكستور هذية. من بعد أنا الخبز هذية، كل واحدة من الخبز باش نحطوا عليها شوية صوص، شوية من الفاخس اللي عنا، وجبن المرحي نروليوهم ونرصفوهم في الطبق نتاعنا، ومن بعد ندخلوهم للفرن. هذه المراحل اللي أنا توا باش نحضرهم، وأكيد الشكل نشوفوه مع بعضنا من بعد. شكرا لك شيف. احنا في الاثناء عندنا صاحب المرتبه الثانيه سي ياسر هكا ولا؟ أيوة. دونك احنا اليوم عندنا زوز فايزين فينالمون، زوز فايزين. دونك رينا شيماء وادم، مبروك، الف مبروك. شكرا لك فيك. قل لي انت اختصاصك اتصالات مقرر ترجمه بي تي اس بي تي ميديا في سي اس اف تي حال خضراء. اقرب مجالك ادم يعني لخوض المسابقه كان قرنوه بشيء مع الاقل اقرب برشا الحقيقه. ديجا نحن ثلاثه من الناس عدينا من حال خضراء، ثلاثه جاوا في المركز العشره الاولى، يعني حضرنا مع بعضنا اكيب كامله. مدام هالة الفورماتور نتاعنا تاع الصحه كلهت بينا على الاخر ثلاثه شهور الاخرانيين. تحية لهيلة الفورماتريس. قل لي اليوم ادم، نحكيه على مؤهلات
أعلى من خلال المسابقة هذية، يعطيك هذية ثقة أكثر في تكوينك الأصلي، لأنه اليوم تخوض مسابقة في صلب اختصاصك أنت وتحوز على المرتبة الثانية. بالطبيعة احنا تويكا باش نخدموا اكثر على العالمية، فهمت يعني، خاطر النيفو نتاعنا باهي ومش خايب، اما لازم نحسنوا فيه بالطبيعة باش نكونوا مع مسيو ياسر ومدام هالة بالطبيعة باش نحسنوا نتاعنا برشا. سي ياسر، اليوم الصغيرات هذوما حسب ما راهو في التصاور معناها فرحة كبيرة، كأنه ياخذوا ثقة في رواحهم أكثر، تتعزز ثقتهم بمراكزهم بالتكوين اللي يتلقاوه، دونك هذايا من بين الأهداف أيضا في خوض المسابقة نتصور. أكيد، هو تعريجا لكلامك أنه الشهائد هذه اللي تحصلوا عليها بالتجربة، أنا وحسب اللي لاحظته على بعض المتكونين اللي مروا عليا، معناها برشا اللي هما خدموا بها من غير ما ينظروا المشغلين نتاعهم للشهادة العلمية نتاعهم نتاع التكوين المهني، نظروا للشهادة هذه الإعلامية اللي تحصلوا عليها وتحصلوا على معناها شغل بفضل الشهادة هذه. معناها هو ديجا هذه مساج كان ثم متكونين يسمعوا فينا توا أنه راهو هذه فرصة مازمهمش يضيعوها، ومساج للأولياء، مثالش نحب نوصل المساج للأولياء اللي ينظروا مازالت عندهم نظرة، سامحوني في الكلمة، دونية شوية للتكوين المهني. راهو التكوين المهني راهو بالحق فرصة للشباب توا أنه باش يتألق في سوق الشغل مهما كان، معناها محليا أو دوليا، وعندهم برشا إيجابيات، منها الحصول على الشهادة هذه اللي هي راهي في الأصل غالية برشا. راهو الامتحان هذايا إذا إنسان بشي يعديه وحده راهو يزمو يدفع 100 دولار. اي دونك هذا باش نقولوا أنه المسابقة مهمة حيث التكلفة نتاع الشهادة هذه كنجمو نقولوا، وثانيا قيمتها الاعتبارية في أنها دولية سياسة. أكيد هذا هو آدم، واعيين أنتم بهذايا، واعيين أنه اليوم هذايا يفتح لكم حتى مجال للعمل في سوق الشغل العالمية، ما عادش نحكيو على دولية، ما عادش نحكيو على المحلي فقط. بالطبيعة نحن من الأول ديجا خدمنا على العالمية، فهمت، خاطر مدام هالة خرجت قبل شكون شارك في 2019 في المسابقة الدولية، يعني هي خدمة باش نحسنوا في النتائج ونمشيوا للعالمية ونجيبوا نتائج مخير إن شاء الله نشرفوا تونس. ممتاز، دونك الخطوة الجاية شنو قادر؟ إن شاء الله نشرفوا تونس في التحت. عنا القلايب، عنا الكرينتا بلغه الرياضيين موجوده. لاباس ان شاء الله، ما احناش ماشيين كسواح فقط باش نمشيو نتنافسوا على المراتب الاولى، وما احناش شويه فيها، واحنا قادرين نجموا نتميزوا بحول الله. شويه باش نحضروا على رواحنا، دونك عندنا عمل ينتظر فينا بالحق. تحضيرات قداش عندنا اللابس دو تون، يعني ان شاء الله هي الحيز الزمني قداش؟ ان شاء الله تبدا المسابقه نهار 29 جويليا، دونك من 29 جويليا حتى ل 2 اوت في اورلاندو. ممتاز. دونك في امريكا ان شاء الله. عندنا الوقت ان شاء الله الكافي باش نحضروا، باش يكون بالانجليزيه هو ليكزاما، دونك باش نحاولوا. وهذه مهاره اخرى، مهاره اللغه ايضا اللي لابد انه يحفظوها. تحفظ الانجليزيه ادم؟ بالطبيعه اللغه الاولى توك في العالم، ديجا نقراو فيها نحن في الفورماسيون بتاعنا، واماني زاده نتصور. كيف كيف محليكم بالحق، هذوما شباب كي راهم واحد حاجه تنعش الروح، محليهم التوانسه، محليهم الشباب اللي بالطاقات هذيا، ان شاء الله كل الابواب محلوله قدامهم، وان شاء الله كل الطاقه هذيا تتوج ان شاء الله بعمل كما تحبوه انتم وترغبوا. شكرا لك ادم، ان شاء الله راوك متوج على صعيد عالمي. شكرا سي ياسر، يعطيك الصحه. ومره اخرى هذوما مراكز التكوين المهني، وهذيا الاكفاء والمؤثرين واللي فورماتور اللي موجودين في مراكز في النسيج التكوين المهني في تونس. شكرا لكم. شكرا لشيماء ايضا خلف الكاميرا. احنا باش نمشيو مع العنصر المصور هذيا بامضاء زميلنا مراد مزيود حول انطلاق الموسم السياحي بتوزر، وراجعين باش نحكيو في الجبايه مع خبير الجبايه انيس بن سعيد، الجبايه بالنسبه للمهن غير التجاريه. تشهد ولاية توزر تطورا ملحوظا في القطاع السياحي في الأشهر الأولى من سنة 23 و2000، حيث سجلت خلالها جهة الجريد زيادة ناهزت 16% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مع عودة السوق التقليدية والتي غابت على الجهة منذ سنوات. رجعت السياحة خاصة لولاية توزر
في إطار معناها الرحلات السياحية للجنوب التونسي بالعموم، كذلك مع الرحلات الفرادة نسبة تطور معناها تقريبا عندنا 44,000 سائح من 1 جانفي حتى 10 ماي بنسبة تقدم تقريبا معناها في حدود 16%. كذلك حتى عدد الليالي المقضات طبيعة الحال تطور بنسبة تقريبا 14%، وهذا ما يدل معناها الرجوع القوي للقطاع السياحي بولاية توزغ. من أهم الجنسيات طبعا الجنسيات الأوروبية كما الفرنسية الإسبانية الإيطالية الألمانية، تقريبا أغلب حتى زاد الجنسيات من أوروبا الشرقية، وإن شاء الله طبعا القطاع إن شاء الله يتواصل معناها في التميز إلى آخر السنة إن شاء الله. كما شهدت بعض الأماكن السياحية مثل شلالات تمغزة والسوق التقليدية بتوزر توافدا مهما من السياح من الداخل والخارج. عودة الأسواق التقليدية كالسوق الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية تعتبر مؤشرا مهما لعودة الروح للقطاع السياحي الصحراوي حسب أهل الاختصاص. فما تطور كبير برشا في ما يخص الحجوزات وحتى العدد السياح المتوافدين مقارنة بالسنوات الفارطة، نقارنوا بالسنة الفارطة الحمد لله فما توافد تقريبا من كل الجنسيات خاصة من أوروبا وأوروبا الشرقية. عندنا الأسواق الكلاسيكية اللي تتوافد على تونس فما يعني ملحوظة أنه فيما يخص السوق الألمانية قاعدة تتوافد، السوق الفرنسية بطبيعة، السوق الإيطالية، الأسواق السوق الكندية، عندنا عودة السوق الصينية يعني في الأيام الأخيرة خاصة بعد جائحة الكورونا الحمد لله، يعني تقريبا من كل الجنسيات وفما تطور ملحوظ جدا فيما يخص يعني العدد السياح المتوافدين على تونس إن شاء الله. تونس من الدول اللي يحبوها جميع السياح اللي يحبوها، أول حاجة تونس هي بلد صغير لكن تعيش تنوع طبيعي وتنوع ثقافي كبير ياسر، بلاد اللي عندها 750 كيلومتر دي لونغور لكن فيها عديد المناطق من عندنا من المناطق الأثرية كبيرة ياسر، عندنا أكثر من 200 مدينة رومانية سياحية، عندنا السنوات الأخيرة نحكي على السياحة الصحراوية، وتونس ما شاء الله معناها أهم حاجة هي الشعب التونسي، شعب معناها مذياف وشعب معناها اللي يحبوا جميع من الشعوب اللي معناها تستقطب ملايين من السياح، وتونس معناها دولة معناها سياحية كبيرة ياسر ولحد الآن، وعندما ويحبوا تونس يحبوا عاداتنا يحبوا تقاليدنا يحبوا خاصة السياحة الصحراوية، وعندنا توريزم كولتيرال، عندنا توريزم بالنيير، عندنا عديد معناها بلد متنوع ثقافيا وطبيعيا، لذلك علاش كان منقطة جلب العديد من السياح من جميع أنحاء العالم. الحق نحمد ربي اللي سجلنا توا معناها رجوع الأسواق التقليدية اللي كانوا غايبين علينا منذ فترة وخاصة ما بعد الكوفيد الحمد لله، ورجع معناها قوية باهية الحمد لله. أنا الأسواق الإسبانية رجعت، الفرنسية، الألمانية حتى الحمد لله، وراجعين بقوة والمؤشرات طيبة برشا على الموسم القادم الحمد لله، وهذا معناها يخلينا معناها نقدموا أكثر فهمتوا لله باش نوفرهم المناخ الطيب اللي باش نستحفظوا عليه فهمتوا لله، ونعطيه دفع للسيزون جاية ل 2024 اللي هي زادة من توا نقول لك راهي مؤشراتها طيبة برشا فهمتوا لله، وهذايا بحكم انه فما مجهود قاعد يصير فهمتوا لله باش نعطيه احسن ما عندنا بالنسبة للسواح والسيرفيس، وحتى نحكي خاصة في الجنوب فما عودة كبيرة فهمتوا لله، وهذا مؤشر مش معناه كان معناها البلنيير فهمتني. الحمد لله فما خدمة مزيانة برشا فهمتوا لله، وعودة معناها بشر بكل خير. ارتفاع نسق الحركة السياحية بولاية توزر والجنوب التونسي عامة يحمل معه مؤشرات إيجابية لعودة الأنشطة السياحية، لكن تبقى المطالبة بعودة الرحلات الدولية لمطار توزر نفط الدولي واحدا من أهم المطالب الأساسية لأهالي المنطقة لضمان ديمومة وتواصل توافد السياح بأعداد كبيرة على جهة الجريد.
مهم جدا انه كل مره تكون عنا عين على السياحه وبالمؤشرات وبالاحصائيات وبعدد الوفود ان شاء الله اللي تكون موجوده في كل جهات الجمهوريه التونسيه. نحكيو الجبايه في الفقره هذه الامضاء ديما لخبير الجبايه انيس بن سعيد. صباحك ورد وفل وياسمين وجبايه مخففه ان شاء الله علينا. مرحبا انيس، نحولك. صباح الخير ناس، مرحبا بالساده المشاهدين، وان شاء الله مخفف الجبايه تكون كما قلت انت معناها ان شاء الله. على كل احنا هوني باش تفهموا ما لكم وما عليكم مره اخرى، وخاصه المواعيد اللي عندها علاقه بالجبايه نحترموها، وثولي عندنا موعد ونختموا به قريب. اليوم نحكيو على المهن غير التجاريه، بمعنى يعني خلينا نبداو من هوني. المهن غير التجاريه اللي معروف يقولوا محامي، طبيب، محاسب، خبير محاسب، مستشار جبائي، عد المنفذ، دونك هذوما المهن اللي تعتمد على معناها الشخص هو بيده باش يتعاطى النشاط، ويعتمد على معناها تعليم، معناها يلزم يكون عنده كفاءة علمية معينة باش ينجم يتعاطى النشاط. المهندسين زادة في الإعلامية ولا في المعماري ولا اللي هو زي كله، معناها المجال نتاع المهن غير التجارية. اللي ديما يطرح السؤال حول إخضاعهم للجباية، كيفاش يتم ساعة على المداخيل نتاعهم؟ ما شاء الله وربي يزيد اللي فما، اللي بالطبيعة فكل واحد كل قدير والمدخول نتاعه، كل إنسان والمدخول نتاعه، أما نحكيه هنا على مداخيل مهمة تحسب سنويا وإلا شهريا. هما شهريا عندهم تصريح شهري يقوموا به على الاداء على القيمه المضافه ولا الخصم من المورد ولا المعلومه على المؤسسات، معناها يخلصوه اللي هو الزبله والخروبه معناها للبلديه، هذا هو المعلومه على المؤسسات. اما نحن تو باش نحكيه خاصه على الضريبه السنويه اللي تخلص في اخر السنه. هو راهو اشكال اللي نحن تو في تونس يقولوا راهو المهن هذه ما تخلصش في الضرايب. ينجم يكون ينجم يكون، اما ما عندناش احصاء معناها علمي، ما عندناش تقييم علمي معناها قامت به الدولة ولا حاجة. واثنين انه نحن راهو مشكلة المنظومة الجبائية بصفة عامة في تونس هي منظومة تصريح تلقائي، وقت اللي ما عندكش الآليات للرقابة معناها حتى من عن بعد باش تعرف هل انه المهني هذاك صرح بالدخل نتاعه صحيح ولا لا. هذا هو الاشكال نتاعنا في المنظومه الجبائيه نتاعنا في تونس طبعا حالي. انا يبدو لي اشكال كبير هذا، حتى يطرح اشكالات اخرى في علاقه بالمساواه امام الجبايه. يعني اليوم انسان دخله عادي والا معناها تسلط عليه بين ظفرين الجبايه، والناس هذوما عندهم مداخيل يعني محترمه، دونك اليوم كيفاش اذا كان ما يخضعوش للجبايه نقطه استفهام، اذا كان ما عندناش ما يثبت انهم خضعوا للجبايه. انيس، هو الاشكال في الحكايه هذه كلها كل ما هو معاملات نقدا. معناها انا مره حضرت بحضه طلبه في جامعه، سالتني طالبه قالت لي بالله المهنه الفلانيه كي يخلص نقدا كيفاش نجموا نعرفوا المدخول نتاعو؟ قلت لها كان ربي ينجم يعرف، خاطر معناها اذا انت ما عندكش اليات رقابه وهو ما صرحش تلقائيا بالمداخيل نتاعو الصحيحه، ما تنجم تحصلوا كان على المدخول اللي في البنك، معناها المدخول اللي صبوا في البنك هذاك ظاهر فيه معناها ممكن رقابه نتاعو، كل ما هو نقدا ما نجموش نراقبوه. نحل قوس فقط حتى نفهم ونبسط شويه زياده، ساعات نسمعوا احنا اطباء، ناخذوا مثال الاطباء اللي منضوين تحت منظومه الكنام تامين على المرض، برشا يهربوا منها لسبب هذايا، وانت صلح لي، يعني لانه ساعات تنجم تحسب بلوز وموا قداش دخلوا. اي بالطبيعه، هو منظومه الكنام بعد ما ولا وجوبيه المعرف الجبائي كان صدقني ربي 2019، معناها يلزم على الورقه نتاع الكنام الطبيب يحط المعرف الجبائي نتاعه، وليت معناها رقم المعاملات اللي فيه ورقه نتاع كنام ولا فيه رقابه معناها. دونك هكاك تيسرت الرقابه، هذا ربطا بالرقابه، هذا 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 جزء من رقم المعاملات معناها، خاطر هو فما زاد جزء كبير. ما نحن راه ما نقطعوش في مهنه الاطباء، معناها باش ما نقولوش راهو معظم المهنيين يصرحوا، مي فما اشكال والمعاملات هذه نعرفوها الكلنا معناها في المصحات. توا حاليا فما اطباء تخلص في الغرفه معناها نقدا، معناها هذايا اللي واجب على الدوله تنظيمه. انها تنظمه. كيفاش يصير في العالم شويه مثالش، هذا كله مدخل باش نفهم، يعني ديما انت تعرف ساعات المشرع التونسي يبدا في متاخر شويه مقارنه بتشريعات اخرى. كيفاش عاملين في فرنسا مثلا؟
في فرنسا عندهم الكارت الصحية اللي هي كارت دو سونتي، ما تخلصش الطبيب، الضمان الاجتماعي بتاعهم هو اللي يخلص. معناها والعامة الشعب عنده تغطية اجتماعية، خاطر نحن في تونس للأسف كان لطف عليك أنت ولا أنا غدوة نصبح ما عنديش خدمة، ما عندناش تغطية اجتماعية، ما عادش عندي حق في الضمان الاجتماعي، ما عادش عندي الحق باش نمشي نعالج ونطالب انه يرجعوا لي ولا تخلص عليا الصندوق الضمان الاجتماعي، حتى كان عندي 20 عام توا منخلص معناها ضمان اجتماعي. هذا من الاشكاليات، راهو كان نعموا التغطيه الاجتماعيه لكافه الشعب التونسي وتولي ما عادش فما خلاص، معناها الخلاص يصير بالصناديق هما اللي يخلصوا، معناها كانوا سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ولا الكنام حاليا هي اللي تخلص وما يكونش فما تاخير، خاطر حاليا فما تاخير الاطباء ولا الصيادله عندهم تاخير كبير في مستحقاتهم اللي عند الصناديق الاجتماعيه، دونك يلزم هي معالجه دونك حلقات شموليه معالجه شموليه لانه الحلقات مترابطه ببعضها واصلاح شامل اصلاح شامل حتى على جبهه فما ناس تخدم توا حاليا قريب المليون ونص يخدموا في السوق الموازية اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية ما همش قاعدين يساهموا في الصناديق اللي كي يمرض من بعد الدولة يلزمها تعالجوا. معناها هو إشكال دونك خديناه مثال لما المثال هذا متشعب متشعب برشا وفي الإصلاحات ربما اللي هكا احنا أشرنا لبعض الإصلاحات نجم تكون فيها نقلة نوعية أيضا للخدمات الصحية في تونس. أكيد هو راهو أنا ديما نقولها راهو فماش واحد عنده الحل في تونس، الحل راهو جماعي صحيح. وقت اللي الدولة تنصت للمهنيين في كافة القطاعات راهو كان تعيط للأطباء وتحكي معهم تو هما يعطيوك الحلول، راهو خاطر ما نصورهمش ضد الحلول. أما زاد راهو فما إشكال آخر، كي تقوي لي في الضغط الجبهي ولا طالبني باش نخلص اعطيني خدمات. نحن الاشكال دونك مربوط ببعض مربوط ببعض، ونحن الاشكال توا في تونس الضغط كبير معناها نسبيا والخدمات نتاع الدوله غايبه نسبيا ناهيك من التعليم اللي عندنا اشكال ما عندناش معادلات نتاع الابناء نتاعنا لليوم. معناها هذه الغمزه جات بكري شويه اليوم. المهم اللي حبينا نقوله ايضا وانه الجبايه متشعبه انيس اليوم ومنظومه كامله تطالها الاصلاحات باش نجموا نحكيوا على عداله جبائيه، وما زلت عندنا اشواط في العمل في خصوص الملف هذا. به شعنا نحكيه صح، نبداو بالمهن الغير التجاريه هذيا، كيفاش عمليه الاحتساب؟ هو ساعة تعريف شكونهم تعتبر متاتي من تعاطي مهنه غير تجاريه، الارباح التي يحققها اصحاب المهن الحره واصحاب الوظائف والاعمال الذين ليس لهم صفه تاجر، وكذلك ارباح الناتجه عن اشغال او الاستغلالات غير تجاريه لغايه ربحيه. معناها واضح يلزم يكون في غايه ربحيه. اعطينا الامثله قلنا شكونهم المهن هذوما. طريقه الاحتساب ضبط الربح الجبائي فما زوز طرق، خاطر نحن في العامي يقولوا راهو المهن هذوما محامي ولا طبيب ولا محاسب ولا يقولوا راهو هذوما نظام تقديري. لا راهو ماهمش نظام تقديري، هذوما عندهم الامكانيه باش يحتسبوا الربح الجبائي نتاعهم بصفه تقديريه، اما راهم يخضعوا للضريبه حسب الجدول الضريبي اللي هو من 0 ل 5 ملايين، 0 من 5 ملايين ل 20 مليون 26% وما اليه. معناها راهم يخضعوا للضريبه حسب النظام، معناها الجدول الضريبي. تبقينا عندهم حاجه من زوز، يا اما يحتسبوا القاعده الضريبيه نتاعهم بالمحاسبه ويعتبر نظام حقيقي، معناها يلزم يمسك محاسبه ويدون الاعباء نتاعو ورقم المعاملات، والا معناها طريقة مبسطة ياخذ رقم المعاملات نتاعو يطرح منه 20% ويخلص على 80% نتاعو ويخلص عليهم الضريبة نتاعو. ممتاز. كما يمكنهم معناها اعتماد معناها المعيار المحاسبي لمسك محاسبة مبسطة إذا كان رقم المعاملات نتاعهم ما يفوتش 150 ألف دينار. أنا حاولت اليوم باش إنه نعطيه معناها حق المهن هذوما، خاطر ديما نقولوا راهو المساهمة نتاعهم ضعيفة في الجباية. عملت شوية زوز رسوم، خذيت ميزانية الدولة نتاع السنة نتاع 2023، نلقاو إنه المهن هذوما المساهمة نتاعهم تقريبا 2%. واللي اهم معناها مساهمه من الاجراء والجرايات. حاولت ان نزيد نتعمق اكثر، خذيت قديش العدد نتاعهم هذوما، معناها نلقى الاجراء
ما بين الخاص والعام قريب 75% من المساهمين في الضرائب. معناها هي ما يلزمناش معناها عكس المتداول ولا المشاع، عكس المتداول المشاع اللي يقول لك راهو هذوما مش قاعدين يساهموا، وراهو في الاجراء خاصه في القطاع الخاص، راهو في القطاع الخاص راهو يتحمل الضريبه معناها والمساهمات الاجتماعيه راهو المشغل. خاطر كي انت باش توظف معاك معناها موظف جديد ولا عامل باش تتناقش معاه في الاجر الصافي، معناها هو ما يحسبش الضرائب اللي باش تخلص هذوك تتحملهم الشركه والمؤجر نتاعو مشغل. دونك لقيت انهم معناها الصنف هذايا هما 2% من البوبولاسيون كلها معناها اللي تدفع في الضرائب. بالطبيعه كي نزيدوا عليهم فما قلت لك قريب 1.5 مليون في القطاع الموازي، ينجم وقتها كي تبدا فما مسهمه نتاعهم هذوما العبء الجبائي ينجم يقل على الناس الكل، معناها خاطر فما اشكال. وفما اشكال اخر في القطاع العام، وبرشا عباد كي يمشي يصب التصريح نتاعو يلقى روحه باش يدفع الضريبه. علاش؟ خاطر منظومه انصاف اللي معناها نخدموا بها توا حاليا في الدوله باش نحسبوا الاجور قاعده تحسب في الضريبه على الدخل الخصم المورد راي بالغلط، وهذا مش معقول. راهو هذا يتسائل عليه اي مسؤول في الدوله، ماذا بينا تلتفت لوزاره الماليه وتعمل الاصلاحات اللازمه للنقطه هذه. بالطبيعه بعد ما يطلع الربح الجبائي نتاعو عنده الحق في الطروحات المشتركه، كانوا رئيس عائله يطرح 300,000، كانوا عنده اطفال في الكفاله يطرح عليهم معناها الطروحات نتاعهم، كيف المساهمات نتاعو في الضمان الاجتماعي عنده الحق باش يطرحهم، معناها حتى كانوا في القاعده التقديريه. وحاجه اخرى اللي عنده مبالغ ويحب يعمل تخفيض في الجبايه نتاعو ينجم يعمل عقد في التامين على الحياه يوصل حتى ل 100,000 دينار، والا حساب ادخار اسهم كيف يوصل حتى ل 100,000 دينار. معناها الاطباء ولا اللي هو اللي عنده مدخول كبير ويحب يخفض في الجبايه عنده امكانيه انه يعمل معناها واحد من الحسابات هذوما ولا يعملهم زوز. اذا دخلوا قريب 300 مليون دونك يمكن انه يمشي في زوز الحلول هذيا، ينجم يوصل حتى 200 مليون الزوز مع بعضهم باش يخفض في الجبايه نتاعو. وحاجه معناها اللي نحبوا ناكدوا عليها انه راهو الاجل نتاع التصريح بالنسبه للمهن هذوما الجمعه هذه نهار الخميس. هذا علاش ذكرتهم دونك نهار 25 ماي اللي هو نهار يسويوا الخميس يلزمهم يصبوا التصاريح نتاعهم باش يتفاداوا معناها خطايا التاخير وما اليه معناها هذا. طيب المهم احنا هاكا ذكرناهم، لا مجال للنسيان، لا مجال انه نقولوا ما في بالناش، موجود انيس معنا كل اثنين ان شاء الله، كل المجالات باش نعملوا لها هكايا، كل المهن ان شاء الله. نشكرك انيس بن سعيد، نورتنا بالحضور، محلاها الجبايه بسطتها وحببتنا في الجبايه سيدي من الفقرات المستعصيه كانت. ان شاء الله الرغبه والعباد في الدفع هذا هو معناها باش يساهموا في ميزانيه الدوله ان شاء الله، ونطالبوا الدوله انها تقوم بالاصلاحات اللازمه باش نكون عندنا جبايه عادله للمواطنين التوانسه. هذا وحنا زاد نطالبوا انها تكون جبايه عادله يا سي انيس. شكرا ليك، شكرا جزيلا ليك. احنا نمشيو مع النسمه المواليه باش تكون فنيه غنائيه، وبعدها مباشره سي خميس الجبيري يكون حاضر معنا، نفتح باب مره اخرى على الانشطه الثقافيه والرياضيه داخل المؤسسات الثقافيه، داخل المؤسسات عفوا التربويه، وشنو ينجم يكون انعكاسها خاصه على مردود تلامذتنا. هذا بعد شوي. مرة أخرى والعائلة التونسية تعيش على إيقاع الامتحانات، كان نحكيه على الابتدائي الأعدادي أو الثانوي، مرة أخرى موضوع يطرح للنقاش أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسسة التربوية. سي خميس الجبيري مرحبا بك بأكثر من كاسكيت معنا كالعادة، مربي ومشرف على النوادي هذه، مرحبا. تحية صباحية ليك وللفريق العامل إلى كل المشاهدين وإلى كل طالبي العلم بطبيعة، وخاصة منهم اللي نتواصل معهم في قاعة الدرس حاضرا وماضيا. يعطيك الصحة على الاستضافة. شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. الحقيقة قديش مهم أنه كل مرة نذكر بأهمية النوادي هذه. ساعة خلينا قبل ما نحكيه على أهميتها، اليوم عنا تمثيلية على مستوى كل المدارس الإعداديات للنوادي هذه، يعني شنية حظوظ المدارس والمؤسسات التربوية في حضور هالنوادي هذه فيها؟ والله نظريا هو المجال مفتوح معناها في كل المؤسسات التربويه على اساس انه يكون
النشاط الثقافي معنا بعد الدراسه يكون وعاء يحتضن معناها تلامذتنا والنشء نتاعنا، الا انه واقعين الحق النسبه محدوده شويه. ثم تفاوت بين الجهات؟ هو سؤال انكاري الحقيقه. اكيد اكيد ثم تفاوت، معناها درجه الاهتمام بصراحه زاده متفاوت. تبدا من الاستاذ يلزمها شعور داخلي بالمسؤوليه، يلزمها ايمان بانه العمل الثقافي والنشاط الابداعي بصفه عامه ينجم يكون مكمل للعمليه التربويه، وهذه تبدا بالوعي وتبدا بالشعور الداخلي بالمسؤوليه. الحق نسب الاهتمام متفاوتة. أيوة. وأنا كما تعرف الحق العمل الذي هو عمل نتاع سنوات آمنت بأنه معناها فهمتي هو عمل إنساني بامتياز. صحيح. هو عمل بيداغوجي. أيوة. هو عمل مكمل حتى للبرنامج. شنو اللي يخليك تمن به سي خميس؟ يعني شنو اللي يخليك اليوم بهالإيمان بأنه مشروع، يعني أنت نحسك تتبناه كمشروع ينجم يعمل نقلة نوعية في التحصيل المعرفي، في البيانات نتاع الصغيرات هذوما داخل الفضاءات التربوية؟ والله هي تجربة طويلة، والإيمان جاء بالنتائج بطبيعة، وكل ما تجي نتيجة إيجابية تحس معنا الثمرة نتاع التلامذة أنه إن يتباهم عن متاهات، معناها تنجم تكون في الفضاء الخارجي وقربتهم لدائرة الإبداع، فتحس أنه ثم ثمرة. درجة الاهتمام نتاع التلامذة يتزايد معناها فهمتي من سنة إلى أخرى، هذه كله يخليك أنه تؤمن بأن ثم ثمرة وثم نتيجة في العمل هذه. وقبلك ثم 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 وعي معناها بمدى أهمية النشاط الثقافي والإبداعي بصفة عامة، خاطر ينجم يكون حتى النشاط الرياضي معناها داخل في النشاط الإبداعي. وبالتالي الحق معناها أنا تقريبا نتواصل مع المئات، معناها مشرف حتى في جمعية رياضية، بالمناسبة تحية لكل الرياضيين، تحية لكل المدربين، زاد هم مؤطرين معنا التربويين في النهاية. أيه. وقاعدين يحثوا في الناشئ نتاعنا على الإبداع. كيفاش تعملوا؟ كيفاش تحفزوهم سي خميس اليوم؟ يعني ساعات الزمن نحن نقولوا المدرسي معناها طويل وساعات الدراسة برشا، يعني اليوم ساعات صغيراتنا يحبوا يروحوا يرتاحوا ولا يمشوا يبدلوا النشاط جملة، يخرجوا من رحاب المدرسة، كيفاش تشرهم وتخليهم أنه الأنشطة هذه يمارسوها داخل المؤسسه؟ والله هو بالفعل معنا ثم خلل في الموضوع، والزمن المدرسي الحق يستدعي مراجعه، بالتالي هذا موضوع اخر معنا موضوع طويل. يبقى ديما التلميذ هو في حاجه الى نشاط ابداعي، فانت عندما تاخذ النشاط الابداعي وتاطره تحطه في اطاره على اساس انه مكمل اولا للعمليه التربويه، فالحق ديما انا في النشاط الثقافي نستحضر ابعاد ثلاثه من شانها ان تخلق التوازن لصغيراتنا. اولا البعد المعرفي يلزمنا نحفزهم حتى في اطار اخرى على قرايتهم بطبيعه، هذه أولوية قصوى. اثنين أنه البعد الذوقي يجب يكون عنده جانب ذوقي، هكا ركن جميل يركن إليه، وبالتالي تكون محفز بطبيعته معناها في مجالات عدة. الإبداع معناها الثقافي معناها هو فيه 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 السينما، فيه يعني التصوير. الاستقطاب الإيجابي هذي. استقطاب إيجابي بالفعل، معناها كما قلت حتى نوعية الأنشطة كي تكون الأنشطة جذابة ومدروسة، كما قلت أنا مستحضرها تقريبا أبعاد ثلاثة فيها حتى البعد الإنساني، أنك معناها تعود الصغير على العمل التطوعي العمل الخير، والأنشطة تقريبا عام جديد السنة فيها حتى البعد الإنساني. فالأبعاد هذه تحدد لها تزيد معناها مجموعة من الأهداف تخلي الأنشطة الميدانيه بكلها تحفيز وتشمل الجوانب الكل، وتمشي للصغير تشوف اهتماماته بالضبط وين تمشي، تنعكس على التحصيل المعرفي العلمي نتاعو. يعني هل هذا بان بالكاشف من خلال مسيرتك ما شاء الله سنوات في الانشطه هذيا؟ التلامذه اللي انخرطوا في الانشطه الثقافيه والرياضيه يعني ضروره يتحسن مستواهم مقارنه قبل ما يدخلوا الانشطه هذيا؟ اكيد هو بالضروره نوعيه الانشطه تخليهم يتحسن المستوى نتاعهم بالضروره، فانك تمشي له التنشيط الاذاعي في مجال مثلا الإلقاء والخطابة، تمشي تعودوا على كتاب السيناريو مثلا في مجال السينما، تخليه يخرج معنا ويعمل تحقيقات ميدانية، وهذا مهم جدا. يحتك بأطباء، وإحنا الأنشطة تقريبا السنوية وصلنا دعونا حتى محامين وقاع معناها التواصل فعال، فكل الورشات التكوينية والندوات اللي تصير حتى في غضون الأنشطة الثقافية هذه من شأنها أن تطلع المستوى، وهذا أي. المستوى الحق في تفاعل معناها النشأ بتاعنا مع الأنشطة السنوية هذه. ما زالوا فما حفلات نهاية السنة سي خميس؟ نذكروا قبل يعني كان حدث نحضروا له رواحنا، نتهيئوا له، عنده جمهوره من العائلات نتاع التلمذات والكل، دونك مازال عنده نفس الرنه هذيا، نفس القيمه هذيا، ونقدموا فيه الانتاجات هذيا على مدار السنه. والله ان شاء الله هو بالفعل لازم يكون معناها يكون اختتام رسمي، فالا انه التفاعل الحق مع الاحداث هذه كما قلت احنا قديم كنا نعطوها معناها قيمه كبيره، وكانت بالحق محفز على انه التلميذ يوصل متوج يشوف يروح من اول السنه باعتبار انه شاف تجارب سابقه. أي. فكلها محفزه، ثم نوع من البرود ممكن في التعامل مع الانشطه هذه، الا انه بصراحه تبقى محفز لتلامذتنا، يلزم نسترجعوها ويلزمها تتواصل. صحيح. والتحفيز هو قديش من مواهب سي خميس؟ قديش من مواهب اكتشفت في النوادي هذه؟
اي بالفعل انا صاحب تجربه وتقريبا معناها فهمتي كما قلت لك راهو النشاط الثقافي وعاء الاكتشاف. احنا اهم هدف هو تنميه القدرات واكتشاف معناها المواهب في مجالات شتى، معناها مجالات شتى عندها علاقه بالمسرح كما قلت لك، بالسينما، بالتصوير، عندها علاقه بالتنشيط الاذاعي، فكل وهي حتى تكون حلمه لصغيراتنا اضافه الى انه معناها يكون ناجح في دراسته، لما لا يكون نشاط مصاحب حتى في المستقبل نتاعو. صحيح، تنجم تكون بوادر نتاع موهبه اللي يسقلها انهار اخر. ايضا خلينا نربطه بفتره الامتحانات سي خميس، هي فرصه ايضا باش نقصوا من الضغط، يعني نتصور مش كيما صغير يقرا ويروح على ايقاع الاجواء الامتحانات، كيما صغير عنده المتنفس هذاك في اطار النوادي. هو بالفعل معناها هذه كله داخل في اطار توازن الشخصيه، والشخصيه اذا كانت متوازنه بالطبيعه باش يكون عندها روح التنظيم والتصرف في الوقت، ويكون على امتداد السنه معناها مرتاح في علاقته بالدراسه نتاعو، وبالتالي معناها انا نشوفها يمكن معناها الفتره هذه باش تكون تتويج. فاذا كان جاها من بعيد معناها بتوازن في الشخصيه هكا ينهل من النشاط الثقافي وينهل معناها من التزاماته المدرسيه، انا نتصور معناها حده التوتر باش تنقص، والنشاط الثقافي من شانه باش يكون محفز لتلامذتنا ان شاء الله باش يكونوا معناها فهمتني ناجحين في قرايتهم ان شاء الله ربي ينجحهم. انا متاكده اللي برشا تلامذات يتفرجوا اللي عندهم نوادي هكا متهنين عليهم، اللي ما عندهمش يقول لك يا اخي بيدينا هو احنا ماذا بينا، يعني كان تسال برشا تلمذات نمشيو للارياف سي خميس، نمشيو للاماكن الحدوديه، ندخلوا شويه في المناطق الداخليه يتفرجوا ومحرومين من النوادي. ساعه تعهد لشكون يكون على نوادي، يعني مسؤوليه شكون اليوم؟ رغبه المدرس تكفي؟ سلطه الاشراف؟ شكون بالضبط؟ هو نظريا كما قلت معناها ترجع بالنظر الى الوزاره، يلزمها تحفز معناها وتعطي برمجه معناها سنويه، وانا في الاخير نقول هي في نهايه الامر شعور داخلي بالمسؤوليه. فالحق في الارياف هما تقريبا انا زاد في الانشطه نتاع مظلومين شويه في الناحيه على الاخر، مظلومين على الاخر. انا في الانشطه الثقافيه مثلا المؤسسه التربويه هذه مثلا في المروج ثلاثه، فتشاع على تقريبا ناشئه ما عندهمش حتى مؤسسه ثقافيه، وبالتالي هي إضافة إلى أنها يجب تكون برمجة رسمية، يجب تعود إلى الشعور الداخلي بالمسؤولية. فالمربي يبقى ديما هو المحور الحق نتاع العملية هذه، وحماس المربي، حماس المربي مهم لهنا، لأنه من بكري ناخذوا في جانب التلميذ سي خميس. زاد ساعات المربي يقول لك ما فماش وقت، فما زمن المدرسي، فما ضغط الإيقاع نتاع الثلاثيات، وتعرف أنت معناها الوقت قصير وكل. دونك اليوم لابد من انه يتحمسوا انه يتكونوا زاده المدرسين. قلت لك انا في تقدير الخاص هو عمل انساني بامتياز تطوعي بالاساس، يحظى يزمو يكون معناه مشدود الى التطوع بالطبيعه، واذا كان مشدود الى التطوع كما قلنا لابد من شعور داخل المسؤوليه، ولابد من تضحيه بالوقت، تضحيه بالجهد، حتى ان شاء الله معناها ناطروا صغيراتنا ونخلوهم ان شاء الله في مسار صحيح. كما قلت لك راهي العمليه انسانيه بامتياز، حطوا في تركينه جميله معناها فهمتي عندها علاقه بالابداع، فبالتالي باش يكون بمنأى على متاهات اخرى معناها في اللي هي معناها مخاطر تهدوا في الفضاء الخارجي. وهذا حبيت نختم به معاك اليوم، بعض السلوكيات المحفوفه بالمخاطر قديش مهم انه نحاربها بالفن، انه نحاربها بالثقافه، نحاربها بالرياضه ايضا. بالفعل اي بالفعل الحق انا نشوف الثقافه والرياضه ذيك علاش معناها فهمتي حق النشاط نتاعي اتجه معناها الى زوز مجالات هذوما، ايمانا منه ان الرياضه والثقافه تنجم تكون معناها هي البديل لصغيراتنا وقت اللي احنا نكونوا محفزين باش نحاولوا معناها نستجلبوهم اكثر ما يمكن لهذه معناها المجالات اللي هي كما قلت لك تبقى اركان جميله واركان ابداعيه تحفز صغيراتنا وتخليهم في منأى بعيدا عن المتاهات هذه معناها. باهي انا باش نعاود لك جمله كما تقالت في اللوريات بالضبط، المخرجه فاطمه الرحالي تقول لك شكرا ليك وشكرا للناس اللي كيفك. بالحق يعني، لانه هذايا مره اخرى رجعنا للصوره اللي عنا على المربي وعلى المدرس، سواء كان في الابتدائي في الاعدادي ولا الثانوي، هكا احنا تلمذنا وهكا نماو فينا برشا فنون بالحق اللي نلقاوها في الكبر ونلقاوها حتى في المربي الشخصيه. يبقى ديما المربي عزيز قومه بصراحه، رغم اني قلت لك معناها فهمتي حتى السنه الدراسيه شهدت بعض التوترات، الا انه يبقى ديما المربي عنده دور فاضل وعنده دور محوري معناها في العمليه التربويه. فدعوه انه معناها مزيد من العطاء باش ان شاء الله نلتفوا حول صغيراتنا ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله تونس بخير، دونك انتم لاباس وتخموا هكايا وصغيراتنا طبعا هالالتفاف هذايا جميل حول النشأة نتاعنا. شكرا لك سي خميس، نورتنا بالحضور، وان شاء الله في اكثر من مره تكون معنا حتى باش نفكروا في البرمجه
العطلة الصيفية وإحنا على أبواب عطلة صيفية إن شاء الله في كل وقت. شكرا. يعطيك الصحة. يعطيك أنت صحة على تلبية الدعوة. بعد شوية نحكي على دراسة ألقت جدل، دراسة جماعية حول العنف والفحش المسلط على المرأة في الفضاء المروري، هذا عنوان الدراسة وضيفتي بعد الشارة. سعيدة بحضور رانيا غوي البحذينة، أخصائية في علم الاجتماع، باحثة في علم الاجتماع، وواحدة من اللي دخلوا في هالدراسة هذية. مرحبا بك رانيا، نورتنا بالحضور. مرحبا عسليمة. مرحبا ومرحبا بكل المشاهدين. شكرا لك أنت على تلبية الدعوة. اليوم معنا دراسة النور. قداش استغرقت الدراسة هذية ساعة؟ وشنو المشروعية؟ علاش فكرتوا أنكم تقوموا بالدراسة هذية على ضوء شنو؟ به الدراسة هذه قاعدة عامين نخدموا فيها. هي بالأساس كتاب موجود توا في المكتبات الكل، يرجع لدار الكتاب. الدراسة هذه هي بالأساس هي دراسة سوسيولوجية ميدانية، قاموا بها مجموعة من الأساتذة الجامعيين، هما دكاترة، هو الأستاذ الدكتور جوهر الجموسي، الدكتورة رانيا الغويل، الدكتورة منى طياشي، والدكتورة منى قدور. واللي قامت بالتقديم هي الدكتورة والأستاذة ألفة يوسف. خلينا نبداو ساعة بالبداية، كيفاش قبل الموضوع؟ كيفاش نجموا تعملوا الكتابة الجماعية؟ يعني باش نفهم شوية، بمعنى توحدتوا حول الرؤية، حول الأفكار، حول الميساج، وكل واحد كتب على حدة، كيفاش الكتابة تصير؟ هو كل أستاذ عنده اختصاص نتاعو، يعني مثلا انا اختصاص علم الاجتماع، الدكتور جوهر جموسي زاد كيف كيف، الدكتوره البقيه من الاساتذه علم الاقتصاد والفلسفه، يعني شعملنا كل هي هو كتاب مرتبط بمجموعه من المقاربات، حبينا نخدموا العنف المسلط ضد المراه في الفضاء المروري من خلال مجموعه من المقاربات المختلفه. ممتاز. حسب اختصاص كل أستاذ وحسب خصوصية زيادة النتائج اللي يجب يقدمها. خبية، وهنا جات خصوصية للدراسة هذه أنه فيها بلوزيغ أبخوش حسب ما فهمتك مليح، يعني طرح لكل واحد الطرح نتاعه مقاربات مختلفة. هذا هو. قولي دكتورة، اليوم شنو اللي بنيتوا عليه الدراسة هذه الكل؟ يعني اليوم ملاحظة عامة، شكاوى، شنو بالضبط اللي خليكم تنتبهوا لهذا ما يسمى ما أسميتموه بالعنف والفحش؟ احنا من الأول شنو اللي خلينا نختار الموضوع ذا وإلا الفضاء ذا؟ خاطر ما تخدمش عليه، خدمنا برشا على الفضاءات الأخرى، فضاءات التنشئة الاجتماعية اللي هي الأسرة، اللي هي المدرسة، اللي هي المؤسسات الاقتصادية، لكن نسينا اللي هو الفضاء العام، اللي هو الشارع خاصة، واللي هو الفضاء المروري. علاش حبينا نخدم عليه؟ على خاطر الفضاء المروري هو مرآة للمجتمع. إذا كان خدمنا على الفضاء هذية رانا باش نجموا نفهموا الفضاءات الكل اللي دايرة به. لكن خدمتوا على الفضاء هذية من زاوية ما تتعرض له المرأة. ما تتعرف له المرأة من قبل من؟ هو دراسة كيف ما قلت لك سوسيولوجية ميدانية، فيها استبيان 3500 مستجوب على الولايات متى الجمهورية التونسية الكل. شكونهم؟ سائق العربة، سائق الدراجة النارية، والمترجل، وفي نفس الوقت نساء ورجال. دكتورة؟ نعم. نساء ورجال المستجوبين ولا رجال فقط؟ لا، خدمنا على العديد من المتغيرات الاجتماعية المستقلة والتابعة، منها الجنس أنثى ذكر، خدمنا على السن، خدمنا على نوع المجتمع، خدمنا على المهم العديد من المتغيرات الاجتماعية. والنتيجة اللي وصلتوا لها؟ خدمنا على أسباب العنف، والنتائج اللي بالحق يعني كانت مهمة جدا، اللي راهو أسباب العنف المسلط ضد المرأة في الفضاء المروري يرجع أساسا للتنشئة الاجتماعية أولا،
التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة وداخل المدرسة. هذه وحدها يظهر لي هي سبب برشا عبارات عنيفة. مثلا ديما نقولوا ما تعرفش تسوق امراه، اكيد فما بوتياج الاولانيه ما تكون كان امراه. هذا داخل في التنشئه الاجتماعيه وتسمعوا الكلام هذايا، والكلنا كنسان نسمعوه اليوم في الطريق للاسف، ونسمعوا اكثر من هكا. صحيح، انا حذرتهم هذوما. احنا حابين ننقلوا الواقع كيف ما هو، والنتائج اللي توصلنا لها كيف ما قلت لك الاسباب التنشئه الاجتماعيه والثقافه الجماعيه والمخيل الجماعي اللي اليوم قاعد يتعدى عبر الاجيال، لكن زاد نلقاه واقع مبني اساسا على العنف والفحش، مبني اساسا على التعالي عند القياده بالنسبه للرجل، مبني اساسا على، والنتائج اللي تحصلنا لها انه راه النسب الكبيره مجرد انه يشوف امراه 60% من المستجوبين يعنفوها مجرد يشوف بركه امراه. كي نحكيو على العنف، شنو انواع العنف هذا؟ يعني فما عنف لفظي مثلا، هذا نسمعوه اكيد نستحضروا برشا عبارات، شنو انواع العنف الاخرى دكتوره؟ فما عنف لفظي وهو يحتل المرتبة الأولى، وخاصة الفحشة يحتل بنسبة 34% الكلام البذيء، هذه الأولى. الثانية الحاجة الثانية زادة اللي ترجع لهذا الكل، زادة أنه وقت نشوف امرأة نحملوها مسؤولية حوادث الطرقات بنسبة 42%. ديما المرأة ما تعرفش تسوق، ديما المرأة بالنسبة للرجل وما تعرفش وتبلبس في الطريق، دونك هذوما نسمعوهم ديما. اي، وعنف لفظي كيف ما سالتني هذا الموجود، والعنف وبقيه زاد اصناف العنف، فما عنف معنوي خاطر هاي المراه خاصه وقت تبدا اول ما تسوق تتاثر برشا بالكلام هذا، توصل تشك في ذاتها وتقول الكلام هذا انا عمري ما سمعته لا في العائله لا في اي فضاء، اليوم نسمع فيه من شخص هو مجهول في الطريق حبينا ولا كرهنا. ولهنا يخدمنا على نوع المجتمع، قينا فلان المجتمع الريفي ولا شبه الحضري اقل نسبه العنف المسلط ضد المراه، علاش؟ خاطر الناس تعرف بعضها، لكن في العاصمه والا خاصه في المجتمع الحضري هناك جانب المجهوليه لذلك يعطي الحق ليه الراجل انه يعنف المراه مجرد انه ما يعرفهاش. صحيح، وساعات يخلط عليها دكتوره، يعني يبدا وراها ولا بجنبها يخلط، يعني يزرب ينزل على الاكسيليراتور باش يسمعها كلمتين من الشباك نتاعو، وساعات ممارسات اكثر من هكا حتى يسكر عليها الطريق ويخوفها، يعني توصل العنف المادي. وفما زاد عنف جنسي خدمنا عليه خاصه زاد في الحافلات والا زاد في المترو. يعني وقت ناخذ والنقل الجماعي، والنقل الجماعي راهو عنف بالحق، هو عنف فيه عديد من الاصناف، عنف لفظي، عنف معنوي، عنف مادي، عنف جنسي. ان اللي شدني في العنوان هو العنف والفحش. العنف واضح، ولكن الفحش عنده شويه الصبغه الاخلاقيه. خلينا نركزوا على الكلمه هذه في حد ذاتها. اليوم أخت العبارات، فما حتى بعض الممارسات قاعدة تصير معناها في وجه المرأة السائقة. أي، وإحنا راهو ما نجموش، ما تجمش تكون دراسة سوسيولوجية وميدانية إذا كان ما ننقلوش الواقع كيف ما هو. إحنا العنوان هو يعكس الواقع بأتم معنى الكلمة، العنف بما هو لفظي مادي معنوي، والفحش بأتم معانيه، وهذه اللي تنقل خاصة من خلال مقابلات من خلال المجموعات البؤرية اللي قمنا بها مع الرجال والنساء، اللي عبرت بألم كبير الحاجات اللي قاعد تتقللها بكلام يوجع برشا، وخاصة الكلام هو مرتبط بالنصف الأسفل بالنسبة للرجل، ويعبر ويعطي الحق له أنه يعبر به، وينسى أنه المرأة هذيك هي أمه، هي أخته، هي زوجته. به، كيفاش تفسر الدكتوره وكيفاش تعرضتوا لهذا في الدراسه اليوم، انه شباب صغير في العمر مازال كيخذ البيرمي في سنواته الاولى وعنده نفس العقليه هذيا تجاه المراه، يعني هو داخل جديد كسائق للفضاء المروري هذيا وداخله بعقليه قديمه نوعا ما، مهترئه نوعا ما فيها وعليها، دونك كيفاش تفسر هذيا؟ معناها اليوم تتوارث هالعقليه هذيا؟ نعم، هي الثقافة الجماعية بتاعنا أو الصورة النمطية تتعدى عبر الأجيال. يعني أنا نعدي من جيل تتعدى نحو الجيل لتصبح صورة نمطية ندركها في مستوى الواقع. يعني هي تمثلات اجتماعية قاعدين ندرك فيها من خلال مخيل، من خلال منفوذ، من خلال الأمثلة الشعبية، من خلال أنه ملي صغير تعطي الأدوار تقسمها بين امرأة، أنت طفلة تعمل هكا، أنت راجل هكا. بطبيعة نظرة دونية للمرأة، نظرة دونية للمرأة، ومازالت هناك صورة نمطية
نظرية سلبية موجهة للمرأة التونسية، رغم أنها اليوم خذت العديد من الأدوار وقاعدة تتميز وقاعدة تنجح، كان في مستوى النجاحات في البكالوريا أو في عديد الاختصاصات، وقاعدة زادة تاخذ اليوم في القيادة، راهي رمزية القيادة والعنف، وعنده أبعاد رمزية كبيرة. من المرأة قائدة طائرة وقائدة قطار وقائدة، معناها هذه نجاحات المرأة التونسية. أنا نشكرك دكتورة، إن شاء الله تجيب حذينا في مواضيع أخرى ديما في علاقة بالمرأة والنذرة للمرأة والثقافة اللي عنا حول حقوق المرأة. نشكرك برشا، وإن شاء الله أنا نوجه دعوة لسي عفيف الفريقي بوصفه رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، عندهم مسابقة نعرف لأحسن أو للسائق المثالي، إن شاء الله نلقاو فيها مشاركات نساء وإن شاء الله ناخذوا المراتب الأولى. شنو بيناتنا احنا بيتنا الكياس وبيتنا المسابقات والقانون، قانون الطرقات واحترامه. شكرا لك دكتورة. عايشك، شكرا إيناس على الدعوة، ونحب زيدا نقول للناس اللي تفرج فينا راهو الكتاب موجود، موجود في المكتبات، نرجعوا نقدموا تحية لدار الكتاب اللي هي قامت بالنشر، وراهو الكتاب هو في الأصل كتاب لكن هو دراسة سوسيولوجية ميدانية. نقدم تحية كبيرة للناس الكل اللي ساهمت وزملائي اللي ساهموا في تأليف هذا الكتاب. والكتاب ممتع الحقيقة والدراسة ممتعة، أنا واحدة من الناس نحب يكون بين يديا ونطلع على ما جاء فيه. شكرا لك دكتورة، نورتنا بالحضور. في الدقائق أو في الثواني خلينا نقول الأخيرة نختم ونشوف الأطباق جاهزة مع الشيف صابرين. تفضل حضرة تبارتنا. بالنسبة لليوم إيناس حضرنا من بعضنا البلا البرانسيبال اللي يجي من أسبانيا اللي هي الانشيليدس، اللي هي تتكون من الخبز احنا عنا الليباني استعملناه، حطينا في وسط فخس نتاع فلفل بصل دجاج جبن والصوص اللي حضرناها مع بعضنا، والمكونات تعودوا تلقاهم في الوطنية ريبلي. ومعها حضرنا السلطة اللي حاولنا نوعوها وقلنا إن شاء الله الأيامات الجاية كلش نكثروا من سلايط، خاطر توا جاي الصيف وبرشا عباد تحب تعمل ريجيم وهكاكا نعطيهم أكثر من فكرة في السلاطة. وتروي زادة سلايط ولا؟ أي فيها نسبة الماء؟ أي بالطبيعة نتاع الخضرة. ومعاهم عملنا الكعب ريذومة اللي كانت أول وصفة بدينا بها الحلقة، وقصيت لهنا كعبة باش تشوفوها من الداخل كيفاش تكون. وجست باش نقول للمشاهدين نتاعنا انه باش نتحصلوا على الفورم نتاع الشوكولاته هذيا من الفوق، نخليه من الاول نغلفوها بالشوكولاته، كي تبرد وقتها ناخذوا المغرفه ونعديوا هذاك الخطوط باش تقعد الفورمه نتاعها شاده، ما كانش كل شيء يذوب مع بعضه وبعديك يعاود يجمد مع بعضه. وخذيت وقت باش تتماسك وتشد بعضها شويه ولا استوديو بارد؟ استوديو بارد زعما هذا كافي صابرين. انا قلت ماذا بينا ما نحطوهاش في الفريجيدير، على خاطر شفت انا ساعات نحلو شوكولاته نلقاو فيها بيوضيه، هذيك الحليب سخن عاود برد عاود سخن عاود برد نتاع الشوكولاته يولي يظهر من برا، وهكاك الشوكولاته نحسبوها فسدت معناتها. نفس الشيء ماذا بينا اذا نحبوا نعملوا حلو ويصبر لنا نخليوه يشد روحه بحراره الغرفه، معناتها كان ساعه كان ساعتين كان ثلاثه نخليوها تبرد على روحها في عقلها خير من اللي نزربوها في الفريجيدير. به شكرا لك شيف، يعطيك الصحه. احنا فطورنا كامل من مجاميعه، من الفطور الرئيسي من السلايطه نتاعنا ومن الحلويات. مشكوره صابرين، يعطيك الصحه. غدوه ان شاء الله يكون عندنا موعد جديد، غدوه موعد استثنائي الحقيقه في الجزء الاولاني باش يكون عندنا ضيوفنا وفقرتنا القاره، ثم باش نتابع مع بعضنا مداولات مجلس نواب الشعب في جلسه عامه بتاريخ غدوه 23 ان شاء الله ماي 2023. شكري وامتناني لكل اللي بيشتروا اسمائهم في جينيريك النهايه. خرجتنا على الهواء على امتداد 3 ساعات من البث المباشر فاطمة الرحالي. نتلقى غدوة بإذن الله.